يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. يوم جديد الجمعة، حلقة 23 يونيو، حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. بنخصصها النهاردة لمناقشة أحد أهم الملفات اللي الدولة المصرية اشتغلت عليها خلال 10 سنوات ماضية. مفيش شك ان الدولة المصرية وقيادتها السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطعت شوط كبير جدا في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية. 10 سنين كانوا شاهدين على احداث تطور ضخم جدا في منظومة الصحة المصرية، وشفنا فيهم انجازات كتير زي مثلا مبادرة 100 مليون صحة اللي تصدت وقضت بالفعل على فيروس سي عند ملايين من المواطنين المصريين، ولقت ترحيب عالمي حتى من منظمة الصحة العالمية أشارت بالتجربة المصرية في هذا المجال، وشفنا إشادات دولية في هذا الأمر. شفنا أيضا بناء وتطوير مستشفيات ومراكز صحية، شفنا أيضا مشروع اسمه مشروع التأمين الصحي الشامل، ربما لم يصل إلى العاصمة القاهرة لكنه بدأ في مدن القناة، وبتسعى الدولة المصرية من خلاله عشان تضع نظام تكافلي اجتماعي صحي بيقدم خدمات صحية بجودة عالية زي ما بنشوفها كده في دول أوروبا لكل فئات المجتمع المصري بدون أي تمييز. على ذكر طبعا المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة يا مصطفى، يعني عايزة أقول لك أن المبادرة دي بتمثل واحدة من أهم الإنجازات الكبيرة اللي حصلت في المنظومة الصحية، وبيندرج تحتها بقى عشرات المبادرات الصحية الكتير للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات، بداية من الجنين أول ما بيبقى في بطن مامته لحد ما بنتكلم على الرعاية الصحية لكبار السن. نتكلم عن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي زي ما انت قلت، غير الأمراض الغير السارية واللي نجحت في فحص يمكن أكتر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ساهمت كمان في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكتر من 92% سنويا، وده رقم كبير جدا. ده غير إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة واللي نجحت في علاج عدد كبير جدا من المواطنين. خليني أقول لك أنه المبادرة دي فعلا مهمة جدا جدا، لأن احنا النهاردة بنتكلم عن صحة المواطن، بنتكلم عن حياته ككل. لو بعد 30 يونيو أو احنا زي ما انت دايما تقول كشف حساب، يعني عن 30 يونيو احنا بنتكلم عن الإنجازات في كل قطاع، لكن خلينا نتكلم عن قطاع الصحة، حصل فيه طفرة كبيرة جدا جدا. صحيح، يعني عايز أقول لك الناس كلها كانت تقول إيه، الصحة والتعليم، الصحة والتعليم، فين الصحة وفين التعليم؟ صح. الواقع بيؤكد ان الدوله المصريه وقيادتها السياسيه المتمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اشتغلوا على مدار السنوات اللي فاتت على تحقيق الرعايه الصحيه الشامله لجميع المواطنين. ربما كافه الامكانات سخرت من اجل تحسين خدمات المنظومه الصحيه وتغييرها نحو الافضل. ده كان ظاهر وباين جدا في كل المشروعات اللي اتعملت من اجل تطوير ورفع كفاءه البنيه التحتيه، من اجل تزويد المستشفيات الحكوميه باحدث المعدات والأدوات المستخدمة في علاج المرضى. يعني وأنا بعمل سيرتش كده عن الحلقة النهاردة على الإنترنت عشان أشوف يمكن إيه اللي حصل في هذه أو هذا القطاع بالتحديد، ملف الصحة طبعاً، اكتشفت أن استراتيجية الدولة المصرية طبعاً السيد رئيس بخصوص الارتقاء بالمنظومة الصحية في مجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة جداً جداً، خلوني بقى أشاركها مع حضراتكم دلوقتي. يعني مثلاً في تقرير لوزارة الصحة رصدت من خلاله أرقام مهمة عن رفع كفاءة المستشفيات، فقالت إيه بقى؟ قالت أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه، 27 مليار و561 مليون جنيه، ده رقم طبعا كبير جدا. نتكلم طبعا غير ان في 51 مستشفى و310 وحدة ومركز اتكلفوا 22 مليار و133 مليون جنيه. كمان تم تطوير مرفق طبعا الإسعاف ب 84 مشروع بتكلفة وصلت لأكثر من 4 مليار جنيه، فطبعا احنا بنتكلم في أرقام مهولة عشان يتم تطوير هذه المؤسسات أو يعني المستشفيات والمراكز والإسعافات الخدمات الصحية للمواطن، أرقام كبيرة جدا جدا. يعني لما نتكلم لأكثر من 4 مليار أنا أسفة لمرفق الإسعاف فقط، ده احنا شفنا كمان عربات الإسعاف حصل فيها طفرة كبيرة جدا،
وشفنا كمان الجهد اللي حصل في المستشفيات الحكوميه. انا عايز اقول برضو مش بس الكلام ده على فكره يا بسات، انت تعرف ان يعني في 30 مستشفى نموذجي، في 11 مستشفى تانية تم تطويرهم خلال الفترة الأخيرة، والتطوير ده تكلف حوالي 4.5 مليار جنيه. يا جماعة بنتكلم في يعني منظومة أرقام ضخمة جدا. طبعا المرفق الصحي في مصر مرفق بيخدم أكتر من 100 مليون مواطن، بنتكلم في كام و20 محافظة فيهم مراكز صحية بقالهم سنوات طويلة جدا لم تطلهم يد التغيير أو التجديد. علشان تغير كل ده بالتأكيد هياخد وقت. عايز يشوف المنظومة الصحية حصل فيها إيه يذهب إلى مدن القناة ويبدأ من محافظة بورسعيد، يشوف هناك منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت إزاي، وإزاي المنظومة دي اللي تصممت واتعملت على أفضل ما تم الخروج إليه من منظومات التأمين الصحي في الدول الأوروبية وفي الدول الخليجية، هيعرف إزاي إحنا ماشيين على نموذج ربما سيتم الاحتذاء بيه كمان في تجارب كل الدول اللي بتعمل منظومات لمواطنيها. والعلاج هيكون بالمجان، العمليات هتكون بالمجان، كل الخدمات الصحية هتكون بالمجان في منظومة التأمين الصحي الشامل. يكفي ان انت يبقى معك حاجة واحدة بس اللي هي بطاقة الرقم القومي اللي تقول فيها انا مواطن مصري وعايز اتعالج. بالتأكيد الكلام ده هيصل للعاصمة، اتكلم في 20-30 عشان يصل للعاصمة، ولكن المنظومة كلها علشان تتغير محتاجة وقت، واحنا شفنا ده او شفنا ارهاصات ده في عدد كبير من المحافظات. يعني يمكن زي ما انت قلت، هل احنا بقى وصلنا خلاص احنا كده حققنا كل اللي احنا عايزينه؟ لا لسه، لكن احنا النهارده بنتكلم على ان احنا قطعنا شوط كبير جدا جدا بالزبط. وصلنا يمكن بالمراكز الصحيه دي لقرى ونجوع يمكن ما كانش في حد عارف عنها حاجه اصلا، فالنهارده قدرنا نوصل لها وقدرنا ان احنا نوفر للمواطن. في الاول في الاخر الحكومه المصريه عايزه ايه او الدوله المصريه عايزه ايه؟ عايزه توفر للمواطن المصري حياه كريمه بكل ما تحمل هذه الكلمه من تفاصيل ومعاني، من اول المكان اللي عايش فيه لغايه صحته، لانه في الاخر يكون مواطن منتج. النهارده لما حافظ على المواطنين وما يبقى اقضي على حاجه زي فيروس سي، فانا عندي النهارده المواطنين قادرين ينتجوا بالصحه، قادرين نحافظ عليهم وعلى كرامتهم وعلى حياتهم. ودي يمكن الاستراتيجيه اللي واحنا بندور النهارده وبنتكلم عن ما انجز في هذا القطاع، دي استراتيجيه الدوله. على كل حال احنا النهارده هنتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل في فقره عن انجازات تمت في هذا الملف، ملف الصحه قبل 30 يونيو وكيف اصبح الان. استنونا من الساعه 7 ل 10 عشان هنتكلم عن هذا الموضوع وطبعا فقرات ثانيه. اهلا بكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح لحضراتكم. نصبح عليكم مره ثانيه، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها على اخبار الطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وجمعه مباركه علينا كلنا يا رب ان شاء الله. مشاهدينا برحب بيكم، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. النهارده في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. درجه الحراره النهارده في القاهره 35 درجه، وأعلى درجة حرارة هتكون في قنا 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا بقى نشوف مع بعض الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قصر الإليزي، وماكرون أقام له مأدبة غداء، وكمان السيد الرئيس السيسي التقى نظيره التونسي في باريس لبحث جهود إصلاح النظام المالي العالمي. صحيح، وأيضا سيادة الرئيس التقى أيضا رئيس المجلس الأوروبي وبحثوا تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات ملف السودان. أما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فقد استعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد رمسيس. هناك أيضا أخبار تانية كتير هنستعرضها في خلال هذا التقرير. مجموعة من الأخبار والموضوعات حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل قصر الإليزي، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي حرص على إقامة مأدبة غداء للرئيس السيسي، وأقام ماكرون مأدبة الغداء للرئيس السيسي منفرداً. ومن الجدير بالذكر أن ماكرون أقام مأدبة عشاء الليلة لجميع القادة المشاركين بالقمة الدولية، وحضرها الرئيس السيسي أيضاً. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وده على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.
الرئيس أشاد بتميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس، مؤكداً دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن اللي بتمر بيه، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ودعا لهامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. الرئيس رحب باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية، ومؤكداً الاهتمام بتطويرها وتعميق الشراكة بين الجانبين، آخذاً في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم، مؤكداً إن برنامج نوفي للغذاء والطاقة لقى زخم دولي كبير، مضيفاً أن التمويل هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الرئيس خلال كلمته بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمي جديد إن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، مضيفاً إن أزمة كورونا وأوكرانيا أثرت سلباً على عدة مسارات، وأكد أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول دون أزمة ديون كبرى، كما يجب تطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدرتها، مضيفاً لدينا برنامج لتحول الطاقة الجديدة حتى 2030، وكذلك برنامج لتحويل بحيرات البحر المتوسط لصديقة للبيئة، موضحاً أن مصر تعالج 13 مليون متر مياه صرف صحي لإعادة استخدامها. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بمنطقة رمسيس. أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر برمسيس في إعادة الرونق والمظهر الحضاري لهذا المكان العريق والمساهمة في حل المشكلات المرورية اللي بيعاني منها، لافتاً في هذا الصدد إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الشاملة لإعادة تخطيط وتطوير عدد من المناطق على مستوى الجمهورية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لوحدة الهند بمجلس الوزراء. في مستهل الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء الهندي هيقوم بزيارة مهمة لمصر خلال الفترة المقبلة، ومصر حريصة على أن تحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة في تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والهند، بحيث تكون الزيارة نقطة انطلاق قوية لتوطيد أطر التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أنه تم منذ فترة تشكيل وحدة خاصة بالهند بمجلس الوزراء بهدف تفعيل مجالات التعاون بين البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية نصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان، واللي بتضم الدورات 46 من كلية الحرب العليا والدورة 52 من كلية الدفاع الوطني والدورة 24 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخرج الدورات 72 أركان حرب عام والدورتين 44-45 أركان حرب تخصصية، واللي بتضم عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة. وبخصوص جولتنا في المحافظات، فهناك فتح 81 منفذ بيع للحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وده في محافظة الفيوم. وفي أيضا تجهيز وفرش 12 شقة في مساكن بني عبيد لصالح خريجي دور الرعاية بمحافظة الدقهلية. كمان في توقيع الكشف الطبي على 1847 حالة خلال قافلة علاجية بمحافظة المنيا، وانتهاء أعمال إعادة رصف الشارع دمنهور بالإسماعيلية، وأخبار تانية كتير في عدة محافظات أخرى هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات،
أبرزها أن مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أعلنت عن خطط توفير السلع الغذائية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال عيد الأضحى. وأكدت المديرية توفير 81 منفذ ثابت ومتحرك لبيع اللحوم والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بواقع 34 منفذ ثابت و47 منفذ متحرك. مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية أعلنت عن أعمال فرش وتجهيز وحدات سكنية لفاقدي الرعاية من أبناء دور الأيتام، وده في إطار مشروع قائم بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الإسكان الاجتماعي. وتم فرش وتسليم 12 شقة سكنية لفاقدي الرعاية الأهلية بمحافظة الدقهلية. مديرية الصحة في محافظة المنيا أكدت أن المديرية نفذت قافلة طبية بقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغة، وتم الكشف على 1847 حالة وصرف العلاج ليهم بالمجان من خلال 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة والأسنان، مع إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل 36 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة لعقد ندوات للتثقيف الصحي ل 181 متردد لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين. مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية نفذت أعمال إعادة رصف شارع دمنهور بداية من شارع الغابة في اتجاه شارع العشريني بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثاني الإسماعيلية، وده في إطار أعمال إعادة الشيء لأصله. وتمت أعمال الرصف بعد الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بمد كابلات الكهرباء الخاصة بلوحة التلاتيني. جامعة الإسكندرية أعلنت أن طلاب جامعة الإسكندرية ساهموا في محو أمنية 1646 مواطن بدورة إبريل 2023 في 9 محافظات ضمن حرص الجامعة على القيام بدورها في خدمة المجتمع، وده في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعة وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2023 من ضمنها التصدي لأخطار الأمية. محافظة جنوب سيناء شهدت وضع اللمسات النهائية وتنفيذ الإجراءات الأخيرة لمبنى الرصد الأمني، وده استعداداً لافتتاحه. المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، خاصة تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وأيضاً تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ النفق وطريق شرم الشيخ طابة من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة. محافظة أسيوط أعلنت عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو 2023، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، وحيث تنقسم تلك المشروعات لست فئات هي المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. محافظة سوهاج شهدت تسليم 1500 كوبون مواد غذائية بقيمة 100 جنيه للكوبون الواحد بإجمالي 150 ألف جنيه لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. هنروح دلوقتي الفاصل السريع ونرجع من بعد ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، كمان في ارتفاع في نسبة الرطوبة نهارا، وده اللي هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين لثلاث درجات مئوية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة. طبعا اليوم هنبدأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين عن القيم اللي احنا كنا بنسجلها خلال الأيام الماضية، لأن متوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية فترة النهار. مصادر الكتل الهوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط وتتحمل بكميات من بخار المية، فبتبدأ نسب رطوبة بتزيد، واللي هي عامل مهم جدا بيخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها في نشراتنا
بحوالي من درجتين لثلاث درجات، عشان كده احنا اليوم هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري وايضا شمال الصعيد، اجواء شديده الحراره على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، اجواء مائله للحراره على السواحل الشماليه، محافظات المطله على البحر المتوسط داخل فترات النهار خاصه مع زياده فترات سطوع اشعه الشمس. فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لكن الأجواء في الأوقات دي بتكون معتدلة تماما، ووجود نشاط نسبي للرياح فترات المساء وساعات الليل في أغلب محافظات الجمهورية بيساعد بشكل كبير على تنقيص الأجواء فترات الليل. هل الرياح دي محملة برمال وأتربة؟ لا، الرياح دي قادمه من على البحر المتوسط غير محمله باي اتربه ورمال مصاره، فقط زي ما قلنا هتساعدنا على تلطيف الاجواء فترات المساء وساعات الليل، وان شاء الله ده كمان المتوقع على مدار الايام المقبله، ما فيش اي اتربه ورمال مصاره. خلينا نطمن لان احنا عارفين ان احنا مع منتصف هذا الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون في بعض الاجازات، وكل سنه وحضراتكم طيبين. هو ده السؤال اللي كنت عاوز اساله لحضرتك، اخبار ايام العيد ايه؟ الطقس هيكون عامل ازاي؟ معتدل، درجه الحراره هتكون كويسة شوية فالناس تخرج براحتها، ولا هيكون في ارتفاع في درجة الحرارة أو الرطوبة أو غيره؟ هو طبعا يعني احنا اعتبارا كمان من بكرة ان شاء الله ومن اليوم لحد نهاية الأسبوع القادم ان شاء الله هيكون معانا ارتفاعات في تقييم في درجات الحرارة هتكون حول المعدلات، يعني هيكون زي النهاردة ما بين 34 ل 35 درجة مئوية فترة النهار، بالاضافه كمان نسب الرطوبه طبعا هتبدا ترتفع وتبدا تزيد، وهيكون في ارتفاع في نسب الرطوبه فترات النهار ايضا. خلينا كمان ناكد ان هيستمر معانا نشاط الرياح، لكن هيختلف من منطقه لمنطقه او من محافظه لمحافظه، لكن مكمل معانا، يعني هي اجواء مستقره بشكل عام، لكن في تكون طبعا لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه على الاقل في 48 ساعه القادمه، لكن ناكد كمان ان شبوره مائيه خفيفه ما بتاثرش على حركه المرور وسرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، لكن مهم جدا ان احنا ناخد بالنا في فترات الظهيره، لان احنا فتره الظهيره بنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس عشان ما يزودش اكثر احساس بارتفاع درجات الحرارة، ولو أنا موجود في الشارع واضطريت للخروج في وقت الظهيرة لازم يكون معايا غطاء للرأس الشمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، وطبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، إزازة المية تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا، وطبعا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. بشكرك منايا، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 35 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35-23، اسكندرية 29-21، العالمين الجديدة 29-21، مطروح 28-21، دمياط 30-22، بورسعيد 29-22، الإسماعيلية 38-22، والسويس العظمى فيها 37 والصغرى 21، العريش 30-21، كاترين 31-15، وطابة 36-23، حلايب 33-27، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 38-27، والغردقة 35-25. الفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 37-24، أسيوط 36-24، سوهاج 35-24، قنا 40-25، الأقصر 38-25، وأخيرا أسوان العظمى فيها 39 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية هنرجع لباسانتو ومصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. شكرا لميا. في الحقيقة احنا في صباح الخير يا مصر دايما بيبقى عندنا يعني نماذج زي ما بيقولوا كده تفتح النفس، نماذج مصرية مشرفة، نماذج مصرية عظيمة، قدرنا في خلال حلقات طويلة جدا ان احنا يعني نتشرف بوجودهم معنا في حلقاتنا ونلقي الضوء عليهم سواء في داخل مصر او في خارج مصر. النماذج ربما بتكون متميزة في مجالات زي دكتور في جامعة بره، زي طبيب مصري متميز في الخارج، زي اختراع عمله مهندس مصري، عدد كبير جدا من المجالات اللي ربما في صباح الخير مصر قدرنا نسلط الضوء عليها. النهارده بقى احنا هنتكلم عن يمكن حته مختلفه شويه، المدارس بقى والقائمين عليها. عندنا مدرسه
أو مديرة مدرسة في كندا وواحدة من أفضل المدارس في الحقيقة الخاصة بكندا، مدارس خاصة في كندا. فالنهاردة معانا نموذج مهم جدا 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 كرمها السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على أدائها المشرف، فاحنا النهاردة عايزين بقى نعرف منها التفاصيل كتيرة جدا جدا. معانا عبر الزوم دلوقتي السيدة فيبي وصفي، مديرة مدرسة فيلوباتير بكندا وعضو بارز في مجلس إدارة المدارس الخاصة الدولية ACSI. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيكي في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مسند. صباح الخير مصطفى. انت اكيد عندك دلوقتي بالليل شويه صح؟ بالليل شويتين، واحده بعد نص الليل. اوكي شويتين مش شويه. اول حاجه الف مبروك على التكريم. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. احنا بقى لسه بنبدا اليوم هنا، خلي بالك. احنا هنبتدي بعديكم بسبع ساعات. يعني طبعا الف مبروك وحاجه عظيمه جدا، بس احنا عايزين ناخد يعني ايه فكرة كده على المدرسة. هل المدرسة للمصريين اللي في الخارج، المصريين المقيمين في كندا، وازاي القصة دي بدأت وازاي انتهت بتكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضرتك؟ المدرسة ابتدت من حلم من 25 سنة، سبتمبر اللي جاي هيبقى السنة 25 على بداية المدرسة، أول سنة دراسية ليها. والحقيقه اللي بداها الجاليه المصريه القبطيه في كندا، لكن هي مفتوحه لكل الجنسيات وكل الناس مور ذان ويلكم ان هم يدخلوا ويسجلوا فيها. فاحنا عندنا شباب يعني من الجاليه المصريه طبعا، بس من جاليات اخرى ومن جنسيات اخرى. طيب انت وصلتي انك تبقي مديره المدرسه او مديره مدرسه فيلوباتير اللي بتعد افضل مدرسه خاصه بمسيساغا. ايه الفرق ما بين التعليم في مصر والتعليم في كندا؟ خليني اسالك ده مبدئيا، وازاي قدرتي ان انت تفوزي بجائزه افضل مدرسه خاصه للسنه الرابعه على التوالي؟ انت بقالك 4 سنين ما شاء الله ورا بعض بتاخدي افضل مدرسه خاصه على مستوى مدينه مسيساغا. مظبوط. الحقيقه احنا بالنسبه لنا هنا في كندا بنعلم الولاد ان هم يبقوا شخص متكامل، بمعنى ان هو مش بس المدرسه، مش بس الدراسه الاكاديميه، بل هي كل حاجه لتكوين شخصيه الطفل لحد ما يبقى شاب ويدخل الجامعه. فاحنا كمدرسه بقينا عضو بارز في المجتمع هنا من خلال الفعاليات المجتمعيه. يعني مثلا عندنا مشروع المليون شجره في مدينه مسيساغا، احنا كمدرسة المدرسة الوحيدة اللي بقينا نزرع 1000 شجرة كل سنة. كل سنة بيتعمل عرض مسرحي ضخم جدا. السنة دي اتعمل جوزيف ذا دريمر فروم كينان تو ايجيبت، في اكبر مسرح في مدينة مسيساغا، حضرها حوالي 1000 شخص، وكان مشرفنا سيادة السفير احمد حافظ سفير مصر في كندا. وطبعا بالجانب للحاجات اللي هي المجتمعيه والحاجات اللي بنقول عليها فن، الدراسه مهمه جدا. فولادنا بيدخلوا اعرق الجامعات في كندا وعلى مستوى العالم. في برامج هنا في كندا في الجامعات بتقبل مثلا 20 طالب كل سنه، بيتقبل من مدرسه عندنا 4 من ال20. فالليفل الاكاديمي عالي جدا، فازاي نعمل البالانس ده؟ ويمكن ده اللي بيخلينا متميزين كمدرسه هنا في كندا، وبيخلي التعليم فيه اختلاف شويه عن مصر. يمكن احنا في مصر بنركز اكتر على الناحيه الاكاديميه. انا سامعه ان في مدارس طبعا ابتدت تبص على الموضوع من طرق ونظر ثانيه، واحنا في زياره لمصر في ديسمبر اللي فات برضك ابتدينا نشوف ازاي وزاره التربيه والتعليم بتحاول تعمل يوم للاكتيفيتيز، بس بتبقى يوم واحد. احنا الاكتيفيتيز دي داخله في المنهج وداخله في اليوم الدراسي وداخله في التعليم. فاحنا بنخلي الطالب زي ما بقول لك بسنت بيديفلوب يبقى شخصيه كامله متكامله، عضو ناجح في المجتمع وعضو ناجح في الاكاديميك الحياه الاكاديميه. صحيح. طيب الست العظيمه اللي اسمها فيبي وصفي اللي عملت كل ده وخلت اجيال تخش اهم الجامعات في كندا ومدرستها افضل مدرسه في المدينة اللي هي فيها، درست فين؟ حضرتك درست فين؟ أنا درست هنا في كندا، معظم حياتي كانت هنا. ابتديت الدراسة في مصر لحد ثالثة ابتدائي، وبعدين العيلة هاجرت لأمريكا الشمالية، فمعظم الوقت يعني
بقالنا 35 سنة يمكن عايشين برا مصر، في لسانك مصري صميم يعني أوي. مش متأثرة خالص. ما بنحاول، ما احنا زي ما بابا شنودة كان بيقول مصر ليس الوطن اللي نعيش فيه بل الوطن اللي يعيش فينا. صحيح. فهو فعلا مصر عايشة فينا في كل حاجة. فأنا درست هنا، اتخرجت من جامعة تورونتو بكالوريوس قسم تاريخ، وبعدين دخلت بعد كده دوفيل في بافالو، ودي عملت فيها تربوي. وبعد كده بقى ابتديت اكمل دراسة، يعني انا لحد الان بدخل في بروجرامز وبدرس، وعملت ماجستير في الادوكيشنال ليدرشيب قيادة تعليمية، الريادة بالضبط بالضبط. واخدت دبلومه من هارفارد في امريكا للتعليم العالي، تأهيلي ان انا ادرس على مستوى الجامعه، لكن لسه ما حصلش. انا بحب الاطفال والشباب الصغير، ودلوقتي كمان بدرس حاجات في الليدرشيب او القياده، بحس ان انا اقدر ادرب الولاد ازاي ياخدوا دور قيادي في المجتمع. فالتعليم ما بيوقفش، وحتى يعني حتى الآن يعني. طيب أستاذة فيبي، أنت اللي أنا فهمته كده بتحبي فكرة giving back to the community، أو إن إحنا ندي مزبوط. لمجتمعنا بتعلمنا اللي إحنا تعلمناه، إزاي نقدر نساهم في تطوير المجتمع. أنت مصرية، مصرية كندية لكن مصرية، ولسانك اهو زي الفل مصري. طيب ازاي شايفة انه انتوا كجالية موجودة في كندا قدرتوا ان انتوا تعملوا مدرسة ما شاء الله من انجح المدارس الخاصة الموجودة هناك، وقدرتوا تبقوا مؤثرين جدا في المجتمع الكندي او في مدينة مسيساغا بالتحديد؟ ازاي تقدروا تجيف باك تو ذا كوميونتي بقى، او ان انتوا يعني تساهموا في تطوير المدارس المصرية بطريقة ما؟ معرفش ازاي، بس يعني ايه اللي ممكن تعملوه عشان تقدروا تساعدوا في تعديل يمكن فكرة ان الطالب يبقى كامل متكامل زي ما انتوا بتعملوا عندكم؟ بس انت هو كان سر شوية. بس لما اكشن طلعت اخد التكريم، كله لاحظ ان انا كلمت سيادة الرئيس، يمكن اطول واحدة من المكرمين، لان انا كنت بقول في خطاب الرئيس ان احنا نحب نشترك في بنا مصر من خلال تطوير التعليم. في افكار كتيره قوي، ويمكن احنا كمدرسه كمان اخذنا فكره التعليم عن بعد وطورناه وعملناه. دلوقتي عندنا حوالي 35 طالب من انحاء العالم بيدرسوا معانا في المدرسه، وبيدخلوا في كل المجالات اللي احنا فيها. لكن الافكار بتاعتنا سهله قوي انها تتطبق على ارض الواقع، مش حاجه خياليه، مش حاجه عشان انا عايشه بره في كندا يقول لك اصل احنا مش حاسين بمصر، احنا يمكن بنحس بمصر اكتر من اللي عايشين جوه مصر. فالافكار حاجات بسيطه، giving back to the community زي ما انت قلتي، دي حاجه بسيطه قوي ممكن تتعمل. انا كنت بتفرج على برنامج الاسبوع اللي فات في مصر، وكانوا بيفتكروا ايام ما كان في تنظيف الشوارع مثلا، ازاي اخد بالي من مدرستي والشارع اللي حوالين مدرستي. في حاجات بسيطه ممكن تتعمل، لكن ونبقى يعني جاهزين كمدرسة فلوكاتير وكإدارة وكمجلس إدارة كمان، كله جاهز إن هو لو في أفكار نقدر نديها في مجال التعليم في مصر علشان تطوير التعليم ونبني مصر مع فخامة الرئيس زي ما طلب في المؤتمر الوطني اللي فات، إحنا جاهزين. وأجان هي حاجات بسيطة، ويمكن الولاد لما بن put our trust ونقول لهم أنتوا تقدروا، هم بيطلعوا بأفكار كمان وابتكارات بتساعد المجتمع اللي هم عايشين فيه. كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك، نموذج مشرف. يعني كفايه ان احنا نقول ان تم اختيارك من وسط 100 شخصيه ملهمه في كندا، سيده مصريه عظيمه قدرت ان هي تربي الاجيال يوما بعد الاخر. الجين المصري بيثبت ان هو الافضل ما بين كل الجنسيات في العالم، وبيؤكد ان احنا بس لو توفرت لنا شويه حاجات كده صغيره خالص يا باسنت ونبقى الافضل. ساده فيبي وصفي، شكرا جزيلا لحضرتك ونورتينا في صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نشوف مع بعض الاخبار اللي هتحصل النهارده والابرزها. فتح باب التقديم امام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسه بالجامعات المصريه، وكمان لعشاق الكوره المصريه هنتابع مع بعض مباريتين قويتان في اطار الدور ال16 لكاس مصر.
بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيؤدي أئمة المساجد خطبة الجمعة تحت عنوان فضل يوم عرفة وسنة الأضحية، وهو الموضوع اللي حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيتم فتح باب التقديم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر، وهيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو عن طريق ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الصرف من فروع البنوك يوم الحد المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك. النهاردة العشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراتين في إطار الدور 16 من كأس مصر، يلتقي طلائع الجيش مع البنك الأهلي في تمام الساعة 6:30، وفي 9:30 ليلاً حيلتقي فريق نادي الزمالك مع فاركو. طيب، محافظة أسوان شهدت افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وده بيعتبر ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. الافتتاح ده تم وسط حالة كبيرة جدا من الفرحة والبهجة وتواجد وحضور عدد طبعا من الوفود السياحية الأجنبية اللي بتزور حاليا هذه المحافظة، بالإضافة أيضا لتنظيم عروض فنية مختلفة غير عروض الأزياء التراثية اللي كانت حاضرة أيضا في هذا المشهد. خلينا نشوف. وسط أجواء احتفالية وبمشاركة الأفواج السياحية، شهدت محافظة أسوان افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وحيث يأتي الافتتاح بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك وسط حالة من الفرحة على الأنغام والأغاني الفولكلورية والوطنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، ووسط أجواء احتفالية شهدت عروضاً للشباب والفتيات بألعاب السكيت والأزياء التراثية وبمشاركة الأفواج السياحية الزائرة. تم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بدءاً من حديقة فريال حتى مسجد النصر بطول 1.5 كيلومتر من إجمالي 4 كيلومترات مستهدف الانتهاء منهم بالكامل بنهاية العام الجاري، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلومترات. أجواء الافتتاح شهدت أيضاً زراعة عدد من أشجار الظل على كورنيش النيل بهدف تكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر لتخفيف الشعور بدرجات الحرارة وحماية المواطنين من سطوع الشمس. كما شهدت تلك المرحلة تركيب 27 عمود إنارة ديكوري في القطاع الجنوبي من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة ودهانه باللون الذهبي، وأيضاً تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، وأيضاً تركيب الإكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما يتم التوزيع وتثبيت سلات المهملات. كما تم افتتاح هذه المرحلة قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنو المحافظة وزائروها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش في ثوبه الجديد، وأيضاً بالبانوراما الجمالية التي تكتمل معالمها يوماً بعد يوم فور إنهاء أي مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل، والتي بدأت بتجميل واجهة المدينة وهي حديقة بلازا درة النيل وحديقة السلام وميدان المحطة والسوق السياحي القديم. تفاصيل أكتر هنعرفها دلوقتي من الدكتور أحمد عواد، استشاري مشروع تطوير ممشى أهل مصر بأسوان. أهلا بيك يا فندم، برحب بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بسنت هاري، صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. يعني في البداية عايزين نعرف إيه هي أبرز عوامل التطوير اللي تم تنفيذها ضمن أعمال تطوير الممشى، ويعني كمان الصورة البصرية والجمالية اللي تم مراعاتها. الحقيقة يا فندم بصبح على حضرتك الأول وصبح على جميع السادة المشاهدين
وكل عام والساده المشاهدين وحضراتكم بمناسبه قرب عيد الاضحى المبارك. الحقيقه المشروع ده يا فندم بدا من اكثر من 3 سنوات على مرحلتين، مرحله اساسيه كبيره بناء على توجيهات فخامه رئيس الجمهوريه والسيد معالي دوله رئيس الوزراء والسيد معالي وزير التنميه المحليه، بتوجيه مباشر من معالي الوزير المحافظ سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. الحقيقه هو صاحب رؤيه للتطوير، وكان يعني كان الحقيقه توجيهات فخامه الرئيس بان احنا ننقل عاصمه محافظه اسوان اللي هي مدينه اسوان العريقه التاريخيه نقله حضاريه، لان الحقيقه مدينه اسوان عانت فتره طويله جدا من الاهمال وعدم التطوير. وكانت الرؤيه دي يا فندم بتتضمن مرحلتين اساسيتين، المرحله الاولى وهي تطوير السوق السياحي. طبعا السوق السياحي النهارده الحمد لله اصبح واجهه جميله، واجهه حضاريه للدوله كلها بشكل محترم. تطوير ميدان المحطه لان في سياح بيجوا من خلال محطه سكه الحديد سكه القطر، فبيجوا يا فندم اول واجهه حضاريه بيشوفوها هو ميدان المحطه. وكذلك حديقه دره النيل وهي المواجهه لديوان عام المحافظه والمطله مباشره على كورنيش النيل. المرحله دي وحديقه السلام ايضا كانت ضمن هذا التطوير. الحقيقه فخامه رئيس الجمهوريه افتتح هذه المرحله في اواخر شهر 12 تحديدا عام 21، افتتحت هذه المرحله والحمد لله لاقت نجاح غير عادي وغير مسبوق بالنسبه لاهالي محافظه اسوان، وكذلك بالنسبه للسياحه العالميه، لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان في سياح بيجوا لمصر بيجوا على اسوان ويخرجوا من اسوان يروحوا تاني بلادهم، فتقريبا ما بيشوفوش مصر غير مدينه اسوان فقط طبعا لعراقتها التاريخيه. فكان لابد الحقيقه من تطوير الواجهه الحضاريه لهذه المدينه بحيث تظهر بالشكل اللائق ليها. جاءت بعد كده المرحله الثانيه اللي هي تطوير كورنيش النيل او ممشى اهل مصر بطول 4 كيلو امتدادا 5 كيلو كمان ناحيه شمال باجمالي 9 كيلو. المرحله اللي هي الجزء ال 4 كيلو اللي هو المواجه للمدينه القائمه ده كان تم على 3 اجزاء، الجزء الاول تم افتتاحه امس بطول 1500 متر، والحقيقه ده بيمتد من بدايه حديقه جنوبا من حديقه فيال وحتى الجزء اللي هو عند مول النصر او مدخل الموفنبيك. الجزء ده تم تطويره بالكامل يا فندم، وتم يعني اعاده الهيكله الانشائيه بالكامل، وتم وضع برجلات بشكل معين تحمل الهويه البصريه. جميع اعمال الهارد سكيب والسوفت سكيب الكامله التي تحمل الهويه البصريه والطابع المحلي. تمام. المحلي. ما هو ده هو ده اللي انا عايز اساله حضرتك، يعني ممشى على مصر شخصيه مستقله اعتباريه لكل محافظه، يعني كل محافظه بيبقى ليها البصمه بتاعتها، وهو ممتد من الشمال الى الجنوب. عملتوا ايه في اسوان عشان يعني انا شفت مثلا البرجولات الخشب في السوق الجديد كانت مميزه جدا، وكانت يعني بتضفي طابع جمالك وبرضه بتحمي من حراره الشمس في بعض الاحيان. استغلتوا بقى الكلام ده نفس الكلام؟ بالظبط يا فندم، يعني حضرتك احنا هنا مثلا في البرجولات وكل العناصر اللي هي الستريت فرنتشر اللي هي اعمده الاناره والمقاعد وكل العناصر احنا اشتغلنا بيها تحمل الهويه البصريه الخاصه بمدينه اسوان. فاحنا في البدايه يا فندم بنطلع العناصر والمفردات اللي احنا بتجسد، اول ما حضرتك تشوف الصوره تعرف ان انت في مدينه اسوان. يعني البرجوله اللي موجوده امام حضرتك ما ينفعش نحطها في اسكندريه مثلا، لا هي تحمل الطابع المحلي للهويه للمحافظه نفسها. فطبعا عمود النور، عمود النور بيحمل الهويه وله شكل معين وبيتصنع بشكل معين بحيث ان هو بيدل على مدينه اسوان، وهتلاقي حضرتك في عمود النور مكتوب عليه نفسه مدينه، مكتوب عليه اسوان، واسوان مكتوبه بالهويه البصريه. الفكره يا فندم انه امتدادا للتطوير احنا في جزء اللي هو الشمالي ان شاء الله ده يا فندم بطول 2000 متر سيتم افتتاحه باذن الله بعد 6 اسابيع، وباذن الله الجزء الاوسطي اللي هو امام حضرتك ده فيه مستويين طبعا ما شاء الله، احنا عندنا النيل طبعا هبه من ربنا سبحانه وتعالى لينا وفي اجمل صورته موجود في مدينه اسوان الجميله العريقه التاريخيه. الحمد لله ليه هناك في مستويين في الجزء الاوسط، يعني في هيبقى في ممشى سفلي وفي ممشى علوي. الممشى السفلي هيبقى فيه محلات وفي مطاعم عالميه وهيبقى فيه طبعا خدمات تؤدى الى اهل اسوان، لان اهل اسوان الحقيقه المتنفس تقريبا الاوحد او المتنفس هو الممشى. هو الممشى الممشى الترفيهي والممشى السياحي او الممشى اللي هو الممشى اهل مصر. حقيقي. فطبعا الناس تخرج هنا خروجه، يعني يمكن دايما كان معالي الوزير بياكد احنا يمكن شايفينه دلوقتي على الشاشه قدامنا. أيوة.
يعني طبعا تطوير كبير جدا وانجاز كبير قوي احنا شايفينه دلوقتي. بنشكرك الدكتور احمد عواد استشاري مشروع تطوير ممشى اهل مصر باسوان. أقرب الساعة تشير الآن إلى 8 صباحا بتوقيت القاهرة، ده موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا لماء حمدين. تفضلي لماء. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مأدبة عشاء بقصر الإليزي للقادة المشاركين في قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد في باريس، والتي أقامها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريما لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية المشاركين في القمة العالمية. وكان الرئيس الفرنسي في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله قصر الإليزي. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على مأدبة غداء عمل أقامها الرئيس الفرنسي على شرف الرئيس السيسي بقصر الإليزي. هذا وأشاد الرئيس السيسي بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، كما تم التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، وخلال مشاركته في المائدة المستديرة طريقة جديدة شراكات النمو الأخضر ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، أكد الرئيس السيسي أن الأزمات ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية بما يهدد مكتسباتها. وأضاف الرئيس السيسي أن رؤية مصر لتحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، مشيرا إلى أهمية تعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. أعلن المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي باتريك رايدر عن تلقي واشنطن طلبا من السلطات الدنماركية لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات F-16 الأمريكية. وأشار رايدر إلى أن الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا أوروبيا ينسق تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات F-16، وأضاف أن بلاده تتوقع أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ في مكان ما في أوروبا بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع حلفائها لإجراء هذا التدريب. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأمد القريب، ويأتي هذا التصريح بعد أيام من وصف الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني بالديكتاتور، وذلك خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، وهو توصيف أثار غضب بكين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب بايدن عن رفضه للنظرية التي تشير إلى أن علاقة بلاده مع الصين تنهار. اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منطقة التجارة العالمية وفق ما أعلنت عنه واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الهند وافقت أيضا على إلغاء رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، حيث توصل البلدان أيضا إلى اتفاقات بشأن محركات طائرات مقاتلة والاستثمار في أشباه الموصلات والتعاون الفضائي. أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة لدولة الإمارات توقيع اتفاقية لتولي إدارة جزء من رصيف ميناء كراتشي في صفقة قيمتها 220 مليون دولار. ويعد ميناء كراتشي الأقدم والأكثر ازدحاما في باكستان، حيث يضم 33 رصيفا. وتنص الاتفاقية مع الإمارات على تأجير 4 منها على مدار 50 عاما القادمة.
وقالت مجموعة موانئ أبو ظبي في بيان إن المشروع المشترك سيخصص استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية والفوقية على مدى الأعوام العشرة القادمة. رياضيا، حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى المركز الثاني بجدول ترتيب ميداليات البطولة العربية والتي أقيمت في المغرب برصيد 13 ميدالية متنوعة خلف صاحب الأرض متصدر جدول الترتيب. وحصد نجوم المنتخب الوطني 13 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات بالإضافة إلى 4 برونزيات. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. انا عايز اقول لحضراتكم ان كل سنة واهالي مسقط رأس الشيخ ابو العينين شعيشع بيحتفلوا بالثانوية بتاعته في محافظة كفر الشيخ. علشان كده معانا الاستاذ محمد اليماني حفيد الشيخ ابو العينين شعيشع علشان يكلمنا عن هذا الاحتفال وازاي الاهالي عنده بيحتفلوا بجده وايه اهم الذكريات اللي ممكن تبقى يعني موجوده في هذا الاحتفال. بنرحب بحضرتك يا فندم ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه بسنت، صباح الخير على حضرتك وبشكركم على الاهتمام بالذكرى السنويه للمرحوم الشيخ ابو العينين شعيشع، وبنهنئ مصر وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعالم الاسلامي بقرب عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. الله يبارك فيك. حضرتك، احنا بنحتفل سنويا في مسقط راس الشيخ ابو العينين في مدينه بيله. ايوه. بالذكرى السنويه لوفاته ورحمه الله عليه. بنجتمع كل الاهل والاقارب والاصدقاء والمقرئين من مدينه بيله او اجوار مدينه بيله لقراءه ايه الذكر الحكيم والترحم على روحه رحمه الله عليه والدعاء له بالمغفره والرحمه. حضرتك طبعا انتوا، انا يعني مش هتكلم عن نشأته لان التقرير اللي اتقدم ده فيه حاجات كتير قوي قوي مش هنقدر نتكلم عليه، فهنتكلم على ان الشيخ ابو العينين شعيشع من المفارقات الجميله في حياته ان اول ما اكتشف صوته في تلاوه القران كان ناظر المدرسه القبطي الاستاذ منير جرجس. ده اول ما اكتشف حب القران وصوت وجمال صوت الشيخ ابو العينين شعيشع في تلاوه القران، واوصى اسرته بانهم يهتموا، الكلام ده كان تقريبا عنده 7 سنين الشيخ ابو العينين شعيشع، يهتموا بتحفيظه القران وتلاوته للقران. حضرتك نتكلم ايه تاني نقوله في ده؟ انت رجعتنا لطفوله طبعا الشيخ شعيشع. عايزين نعرف، هي مليانه بالحكايات، مليانه بالحكايات بقى. الشيخ ابو العينين شعيشع طبعا هو الاخ ال 12 من اسره الشيخ الحاج ابو شعيشع رحمه الله، وده كان اصغر واحد في ابناء الشيخ ابو شعيشع. حضرتك والده توفى تقريبا هو عنده 8 سنوات وتاثر بوفاه والده جدا، عشان كده هنلاقي انه معظم قراءات الشيخ ابو العينين شعيشع يغلب عليها طابع الحزن والشجن. وكان دائما يقرا بمقام الصبا وهو المقام الموسيقي المعروف عنه الحزن والشجن. الشيخ ابو العينين شعيشع قرأ عام 1936 قرأ في محافظة الدقهلية في حفل الشهداء بمدينة المنصورة، وعن طريق دعوة أحد الموظفين الكبار بمديرية الدقهلية انتشر الصوت، وانتشر صوته بعد ذلك، يعني وانتشر صوته بعد ذلك من أعلام دولة التلاوة. من أعلام دولة التلاوة. طيب هل يعني في اسطوانات ما زالت باقية عندكم؟ يعني شرائط كاسيت، اي شيء من الاشياء اللي هي ربما يعني فيها لم تذع حتى الان او لم تطلها يعني الاضواء او تدخل في دائره الضوء غير اللي موجود يعني في الاذاعه والتلفزيون او في التسجيلات؟ موجود يا فندم، موجود عندنا بعض الشرائط وموجود عندنا بعض التسجيلات النادره جدا للشيخ ابو العينين شعيشع. فيها ايه؟ فيها قراءات بس خارج مصر، يعني كانت قراءاته دائما خارج مصر، في العراق، في الاردن، في لبنان، في المسجد الاقصى. موجوده عندنا الشرايط دي موجوده وما زلنا محتفظين بيها، وجميع مقتنياته حضرتك في شقته الخاصه في مصر الجديده موجوده، كل مقتنياته والناشين اللي حصل عليها والاوسمه اللي حصل عليها من القاده والزعماء العرب موجوده لحد النهارده. عظيم عظيم. طيب. وطبعا محافظين عليها لان ده تراث، ده مش ملكنا، ده ملك الناس أكيد كلها. اكيد اكيد. طب احنا عايزين نعرف، يمكن ابرز الصفات اللي ميزت الشيخ الله يرحمه كانت لافته لكل من يتعامل معه.
الشيخ ابو العينين الله يرحمه كان عنده صفات جميله جدا، وكلنا يعني اخذنا منه الصفات دي الحمد لله بفضل الله. يعني اولا كان جابر للخواطر جدا، يعني لما كان في حد يكون مريض ولا حاجه من الاسره يجي من القاهره مخصوص عشان يزوره. اهتمامه باهل القران في مدينه بيلا دي كانت حاجه جميله جدا جدا، وكان دائما يوصيني انا، يعني انا كنت قريب منه شويه لما كان ينزل عندنا في البلد، كان دائما يوصيني في تليفوناته وفي كلامه معايا ما تنساش اهل القران، شوف اهل القران في مدينه بيلا طلباتهم ايه، اي حاجه عاوزينها بلغني، اي عقبه قدامهم يزيلها. حاول كتير جدا والحمد لله نجح في انه طبعا يخلي جزء منهم يلتحق بنقابه القراء القرآن الكريم. وكان دائما ودود وعلى صله وعلى صله رحم باهله وباقاربه في بيلا. كان يجي حضرتك كان دائما يزور بيلا، ما كانش بيجي في مناسبات بس، لا كان دائما يزور بيلا. لما يعني ينزل بيلا يسال مين اللي مات من اهلي، مين اللي مات من اقاربي، مين اللي عنده فرح، مين اللي جوز ابنه، ويروح يبارك ويروح يعزي في اهله. فكان دائما يصل رحمه مع اهله، يعني كان صفاته جميله جدا. وطبعا لما كان بينزل عندنا هنا في بيلا كنا كلنا بنجتمع معاه ونجتمع حواليه، يعني رغم سفره رغم سفره كان بيجي يعني لا كان مهتم باهل بلده جدا. جدا جدا كان مهتم باهله جدا وباهل القران خاصه في مدينه بيلا هنا. حدثتني عن زيارات كثيره للشيخ ابو العينين الشعيشع، وذكرت منها قراءات في المسجد الاقصى، ربما الكلام ده كان قبل يعني اعلان دوله الاحتلال هناك قبل 48، قلت لي 36 بدا. اتكلم ايه عن ذكرياته هناك؟ هل في احاديث تواترت؟ هل في ذكريات ادى عن زياراته الخارجيه للدول العربيه وكيف كان يتم استقباله والاحتفاء به؟ اكيد بالتاكيد الذكريات دي حاضره في ذهنك يعني من خلال احاديثه معك. هو حضرتك هو بدا 36 لكن التحق بالاذاعه المصريه سنه 1939 و17 سنه زي ما حضرتكم قلت، التحرير قال ان هو اصغر قارئ حتى الان في تاريخ الاذاعه المصريه. كان هو كان بيقول لنا انه كان بيقابل مقابله الرؤساء. يعني لما كان بينزل الدوله العربيه لاحياء حفل هناك او مأتم لاحد الامراء او الاميرات او الملكات هناك وخاصه في العراق، فكان بيقول لي انا كنت بتقابل مقابله الرؤساء وانا نازل المطار. بيقابلني وفد رسمي وكان رئيس جمهوريه نازل. وله ذكريات كثيره بقى بس مش يعني مش مجالها ان ابرزها، يعني ابرزها يعني في نقاط محدده كده. هم كانوا بيحبوه جدا في العراق، واتذكر مره ان المسجونين السياسيين هناك لما عرفوا ان الشيخ ابو العينين موجود طلبوا انهم يقابلوه. فالسلطات هناك رفضت. فاصروا عملوا اضراب في السجن لغايه ما الشيخ ابو العينين ذهب لهم وقرا في السجن اللي هم فيه، وعملوا له سجاده بايديهم كده مشغوله بالايدي هناك وكتبوا عليها اسمه. موجوده حضرتك السجاده لحد النهارده موجوده في المقتنيات بتاعته، وكتبوا عليها اسمه وكتبوا ذكرى وصول الشيخ ابو العينين وزيارته لسجن العراق للمسجونين السياسيين، وموجوده السجاده دي لحد النهارده في المقتنيات بتاعته. فدي من ضمن الذكريات الجميله للشيخ ابو العينين. يعني ليس فقط اصغر قارئ لكن كمان جابر للخواطر. جابر للخواطر جدا. الله يرحمه. يعني شكرا ليك الاستاذ محمد اليماني حفيد الشيخ ابو العينين شعيشع. يعني كل سنه طيب يا مصطفى، وكل سنه المشاهدين بالف خير وبصحه وسلام. خلاص ما بقاش فاضل غير ايام قليله على عيد الاضحى المبارك اللي الناس بتضحي بيه من خلال ذبح الاضاحي، والاضحيه هنا الهدف منها التقرب الى الله سبحانه وتعالى لكونها من شعائر الله اللي يجب تعظمها، فضلا عن طبعا ثوابها الكبير جدا. صحيح. خلينا نعرف تفاصيل اكثر عن فضل الاضحيه، ازاي المضحي يوزع حصص اللحوم يعني، وايه هي الحصص لاهله، وايه الحصص للفقراء، وايه الحصص اللي يعني يقتنيها لاهل بيته، وما أثير أيضا مؤخرا عن قصة صكوك الأضحية وما يتم دفعه من أموال تذهب إلى فقراء المسلمين في العالم. خلينا نرحب بفقرة النهاردة الشيخ محمود عويس عضو المركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية معنا النهاردة في استوديو صباح الخير عشان نجاوب على كل هذه الأسئلة ونتعرف عن كل ما له علاقة بفقه الأضحية. صباح الخير ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، وكل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضرتك.
يعني عايزين نتكلم مع قرب طبعا عيد الأضحى المبارك، كلنا بنقعد نفكر في الأضحية هنعمل فيها ايه، ازاي الإنسان المسلم يضحي ويكتسب الأجر والثواب، ايه الصح في الموضوع ده، يعني فضل الأضحية ايه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد. اولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد باليمن والخير والبركات. الضحية أو الأضحية أصبحت شعيرة من شعائر الإسلام. يعني إيه شعيرة؟ يعني أصبحت تميز المسلمين عن غيرهم. والله تبارك وتعالى أمرنا بأن نعظم هذه الشعيرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طبعا. عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل للأضحية فضل عظيم جدا، وإن أفضل حاجة الإنسان يتقرب بها لله عز وجل يوم العيد يوم 10 ذي الحجة هو إنه يذبح لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إراق الدم. افضل حاجه واحب حاجه الانسان يتقرب بها لله يوم النحر يوم العيد انه يذبح من اهراق الدم. يعني ايه يذبح؟ انه لا ياتي يوم القيامه او لا يؤتى يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها. يعني الضحيه اللي انت ذبحتها يوم العيد هتيجي يوم القيامه بكلها كامله مكمله في ميزان حسناتك يوم القيامة. القرون والشعر والأظلاف وزنها كل يعني كله كل في ميزان حسنات المضحي يوم القيامة. وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. يعني لما يذبح المضحي الدم قبل ما ينزل على الأرض يتقبله الله تبارك وتعالى. فطيبوا بها نفسه. يعني مهما الأضحية غلت في السعر، سعرها ارتفع مهما يغلى، هذا قليل على الأجر والثواب اللي ربنا أعده للمضحي. عظيم. فربنا يقول لك طيب نفسي، ما تزعلش. أيوه. على الفلوس اللي أنت صرفتها، صرفت لك 10,000 20,000 في الأضحية أو أكثر أو أقل، ما تزعلش. طيبوا بها نفسها. ليه؟ إنها تيجي كلها كاملة مكملة يوم القيامة. صحيح. في ميزان حسناتك. طيب كم واحد مفروض يخش في الأضحية؟ يعني عندنا العجل مثلا غير الخروف. ده كم واحد ممكن يخش فيه على حد أقصى؟ وده كم واحد ممكن يخش فيه على حد أقصى؟ وما هي الضوابط الشرعية أو الحدود اللي يعني بتحدد هذا الأمر؟ في أضحية يجوز فيها الاشتراك؟ أيوه. وفي أضحية لا يجوز فيها الاشتراك. لا يجوز فيها الاشتراك البتة. نحدد بقى ازاي الأضحية التي يجوز فيها الاشتراك؟ نوعين: الإبل والبقر. أيوة. والجاموس. بحد أقصى كم واحد؟ بحد أقصى سبعة. سبعة بشرط ما يقلش نصيب الواحد فيها عن السبع. أيوة. يعني مثلا هم دخلوا سبعة. أيوة. ممكن واحد ياخد النص. آه. الستة التانيين هيشتركوا في النص. ما ينفعش. ما ينفعش. أيوه. لأنه نصيبه نصيب يعني الواحد. يعني سبعة بالتساوي. بالتساوي. أيوه. بشرط إن ممكن اثنين يخشوا. أيوه. ثلاثة أربعة. لكن لو دخلوا سبعة ما يقلش نصيب الواحد عن السبع. لو قل نصيب الواحد عن السبع ما ينفعش الضحية بتاعته. يبقى البقر والإبل والجاموس يجوز فيها الاشتراك. حد أقصى سبعة أشخاص. الخرفان بقى والمعيز. الخرفان المعيز لا يجوز. هو ليه؟ واحد بس. هو واحد فقط. ما عنه يعني. عنه عن اهل بيتي. طيب انا عايز اسال سؤال. اتفضلي. دلوقتي حضرتك كنت اتكلمت انه ممكن يكون سعرها غالي شويه، هل انا دلوقتي لو انا عايزه اضحي يعني بنيه ان انا عايزه اكل الفقراء والمحتاجين، فانا مش قادره ادفع فلوس الابل او العجول او حتى الخرفان او الجدي او الحاجات دي، هل النهارده لو اشتريت لحمه وزعتها على الفقراء اخد ثواب المضحي ولا لا في حال ان انا معيش فلوس؟ تاخدي ثواب الصدقه. انك انت تصدقتي لله عز وجل على الفقراء والمساكين. مش الضحيه. ليه؟ زي بالظبط العقيقه.
يا مولانا هو انا ينفع اروح اشتري لحم عند الجزار واوزعها ولا اطبخها واكل الناس وتحسب لي عقيقه؟ لا ما تحسبش عقيقه. لا تحسب عقيقه ولا مذبح. لابد. فالعقيقه خلي بالك، العقيقه والضحيه دي شعيره، يعني حاجه تميز، لابد لها من الذبح حتى لو كان شيء قليل. فلو انا هشتري لحمه انا مش معي فلوس، ما فيش مشكله ان اروح اشتري لحمه واكل اولادي او اوزعها على الفقراء والمساكين واخذ الاجر والثواب. ليه؟ لانه كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وربنا هيديني الاجر بالنيه. ونخلي بالنا من حاجه، اني انا طالما انا نويت النيه لله تبارك وتعالى واني نفسي اضحي بس مش معايا فلوس الضحيه، ربنا تبارك وتعالى يكتب لي اجر الاضحيه، وهذا من كرم الله عز وجل. أي لإيه؟ النبي يقول إن بالمدينة أناس، وكان في غزوة، فقال في المدينة في ناس موجودين في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وشاركوكم الأجر. يا رسول الله وهم بالمدينة يعني قاعدين في المدينة وأخذوا الأجر معنا في الغزوة؟ قال نعم. قال حبسهم العذر، قال لهم عذر عشان كده قعدوا في المدينه. فاللي عنده عذر ما عندوش مهل ينوي لله انه كان نفسه يضحي مع هؤلاء المضحين، والله تبارك وتعالى بمنه وكرمه يعطيه اجر الاضحيه، والله تبارك وتعالى واسع الفضل. طب ترتيب الاولويات ايه في الابل والابقار وخلافه وحتى وصولا الى المعده القرفان؟ ايه الاكثر اولويه وايه الاقل اولويه؟ والله هو مساله يعني بسيطه اختلف فيها الفقهاء، يعني ايه الافضل الانسان يضحي؟ يضحي بجمل ولا بقره ولا يضحي بكبش خروف؟ الجمهور على انه الافضل يضحي بالبدنه، البدنه اللي هي ايه؟ جمل. والله ده افضل حاجه، الافضل. ثم بس ده مش منتشر في مصر هنا. نعم واقول لماذا؟ ثم البقر والجاموس ثم الخراف. الخراف او الضأن. هو في مصر هنا اشهر حاجه الخراف طبعا. نعم. هم ليه الجمهور قال ان الافضل يضحي بالجمل الاول؟ لان النبي قال لو تفتكر معايا في يوم الجمعه اللي يروح اول واحد للمسجد يبكر ويروح بدري فكانما قرب بدنه، اللي يخش الجامع اول واحد كانه قرب لله تبارك وتعالى جمل، واللي يروح ثاني واحد كانه قرب بقره، واللي يروح ثالث واحد كانه قرب كبش. فهم خدوا الترتيب الأفضلية من ترتيب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليه الصلاة والسلام. لكن قول السادة المالكية رضي الله عنهم وأرضاهم إن أفضل حاجة الإنسان يضحي بها يوم عيد هي الكبش. قالوا ليه؟ قالوا ليه إن حضرة النبي لما ضحى بإيه؟ ضحى بكبش. أمال ليه حضرتك قلت إبل من شوية؟ عشان النبي ذكر الإبل في الأفضلية في الأول، ولأنها الله يعني. ولأنها أنفع للفقير. هتجيب الخروف في الوزن وكثره اللحم زي الجمل؟ لا الجمل اكتر. ايه اللي يفيد الفقير في الذبح اكتر في اللحم، الخروف ولا الجمل؟ فقالوا الجمل. قالوا نفع للفقير ومنفعه للفقراء والمساكين. بس اكتر من البقر والجاموس الجمل بيرمي يعني بيبقى فيه كميه لحم اكتر، عايز تقول حضرتك؟ ممكن وممكن ساعات البقر او الجاموس يكون اكتر من ال من حيث الضخامه ده اضخم، ما اعرفش يمكن ده. لكن على اي يعني اللي أيوة. اللي يذبح اللي عنده القدره ويذبح مثلا بقره يذبح عجل طبعا ده افضل من يذبح خروف. لا يمكن احنا مش عندنا كمان يعني مش ناس كتير تحب الجمل ولحم الجمل والحاجات دي. خليني اسال حضرتك، هل في افضل يعني او ادعيه مفضله بندعو بيها عند ذبح الاضحيه بنرددها؟ هل في واجب ومستحب من تلك الادعيه؟ نعم نحكي لنا. اول حاجه المضحي لو هو بيعرف يذبح الافضل ليه هو اللي يباشر الذبح طبعا، بس انا ما اعرفش خلاص هجيب جزار يذبح لي. حتى لو جبت جزار يذبح لي انا لازم كمضحي واهل بيتي اقوم اشوف الاضحيه. وده توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للسيده فاطمه الزهراء بنته رضي الله عنها وارضاها وعليها السلام. قال لها يا فاطمه قومي فاشهدي اضحيتك. كان عندها كم سنه؟ يعني
صغيرة. إن سيدة فاطمة الزهراء لما مات النبي، لما انتقل النبي للرفيق الأعلى كانت صغيرة رضي الله عنها. في ناس بتقول الأطفال مش مستحب إن هي تشوف الذبح في سن صغيرة، أنا ما معرفش لا لا ليست صحة هذا الأمر. ليست طفلة، كانت كبيرة. أي كانت متزوجة سيدنا علي. كانت صغيرة في السن يعني شابة. نعم. يعني مش لا قومي شوفي. لكن الأفضل في السن الأطفال لغاية والله لو هم بيخافوا من موضوع الدم الأفضل الإنسان يعني يبعدهم لما يكبروا يفهموا يعني إيه ضحية، يفهموا الرسالة يعني إيه ضحية يعني. إيه شعيرة، يفهموا ليه إحنا بنعمل كده. فقال لها قومي فاشهدي أضحيتك، شوفي فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه. أول ما الدم ينزل المضحي ربنا تبارك وتعالى يغفر له كل ذنب عمله في هذه الحياة الدنيا. وقولي وقولي بسم الله والحمد لله الله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي معناها الذبح بتاعي. فالإنسان اللي هيضحي حتى لو هو مش هيباشر الذبح يكبر الله تبارك يقول بسم الله الله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. صحيح. طب طول فتقبله مني. أنا بس عايز أسأل سؤال، أنا أسفة مصطفى، لو طول السنين اللي فاتت دي مثلا كنت بضحي وأنا مش عارف الدعاء ده، أو مش عارف إن أنا المفروض أدعي مثلا بدعاء معين بس بكبر الله أكبر الله أكبر، فهل بتسقط عني الأضحية؟ لا لا مش أي مشكلة خالص. يعني طالما الضحية اتذبحت وتم الذبح سواء مني أو من الجزار أو من أي حد تاني، حتى أنا لو ما سميتش الجزار هو اللي سمى أو هو اللي كبر ما عنديش أي مشكلة خالص، والضحية بتاعتي صحيحة والأجر والثواب عند الله تبارك، لأن التكبير والدعاء ده مش من فرائض الضحية، لا يعني عادي من السنة مستحب. من السنة المستحبات اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعيده مرة كمان بعد إذنك يا شيخنا. نعم نعيده مرة كمان الدعاء. أيوة نقول بسم الله الله أكبر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي فتقبله مني. ونخلي بالنا لما نيجي نذبح الأضحية نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الجزار أو اللي يباشر الذبح لو معه سكين يخبيها ويحدها كويس قبل الذبح، وده اللي قال النبي عليه. ده ما فيش حاجة من دي بتحصل خالص يا مولانا، ودي مشكلة. ومشكلة برضو أن يذبح الذبيحة أمام أختها أمام البهيمة الثانية فتصاب بالذعرة فتحصل نوع من أنواع الفرق. خلي بالك البهيمة بتحس، بيفهموا طبعاً، بيفهموا تشعر وتتألم طبعاً. إن حاجة اتذبحت قدامها طبعاً. إحنا كمسلمين المفروض نعمل كده، إن الله المفروض تخبي ولغاية لما تشوف ده وبعد كده ربنا إن سيدنا النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تمام. إحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أيوة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أيوة. وليحد أحدكم شفرته، الشفر السكينة. صحيح. وليرح ذبيحته. صحيح. ده احنا بنشوف مناظر لا 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 ما ينفعش تحصل. صحيح. حتى ولو مع بهيمة، لأن ربنا أمرنا بالإحسان إلى كل شيء، حتى لو لأنها بهيمة أنا أسأل عنها يوم. ده في بعض الدول كانوا جايبين فيديو يمكن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منزلينها من مكان لمكان بونش كده كأنها ومربوطة. لا في تعاملات بتبقى غير ادميه بالمره، بتضرب البهيمه قبل الذبح وترميها على الارض بطريقه يعني بشعه او قوي. صحيح. جدا. صحيح. لا لا المفروض احنا كمسلمين الضحيه نقربها لله عز وجل. صحيح. ونتعامل معها تعامل حسن وتعامل. صحيح. جميل. صحيح. كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده قربان. يعني ايه قربان؟ حاجه انت بتقدمها لله. صحيح. فتقدمها لله بطريقة. تمام. جميلة. طيب سؤال أخير، ثلث وثلث وثلث، وأنت تعلم أن هناك طبعا بداخل كل ذبيحة في أنواع مفضلة بتبقى الأغلى في اللحوم وفي أنواع بتبقى الأرخص في اللحوم، كيف يتم التوازن؟ وإذا استأثر مثلا الشخص الذي ذبح لأهل بيته بالأفضل من وأجود أنواع هذه اللحوم، هل هذا يعد مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا مفيش حاجة معينة جاتني كآية
او كحديث يقول لي لازم توزع التلت وتلت وتلت، تلت ليك، تلت للفقراء، تلت لصلة الرحم، لصلة الرحم والاقرباء. ما فيش الكلام ده. اللي يبص للقران الكريم الله يقول فكلوا منها واطعموا، فكلوا منها واطعموا، والنبي قال فكلوا وادخروا. فانا ممكن اكل انا منها ونفسي وادخر لنفسي واطعم الفقراء والمساكين واعطي لاقاربي وصله رحمي. ايه المقدار؟ ما فيش مقدار. المقادير دي يعني جاءت عن الصحابه، جاءت عن السلف الصالح، جاءت عن العلماء رضي يعني الله عنهم. تلت وتلت وتلت دي مش مفهوم اجتهادي. هقول لحضرتك حاجه، لو ان انسانا ذبح وضحى واستأثر بالأضحية كلها لنفسه، لم يعطي شيئا لا للفقراء ولا للمساكين ولا لأقربائه، صحت أضحيته فعلا ولا طبعا لا معقولة، وله الأجر والثواب من الله تبارك وأطعم أهل بيته طبعا، إلا أنه لا يأخذ أجر من تصدق طبعا. لا في واحد، لكن صحت أضحيته، صحت. لأن أضحية معناها إيه؟ أن تذبح، طريق الدم يوم العيد، أرقت الدم واستأثرت، وهذا غير مستحب طبعا. أيوة طبعا، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا، لكن تصح الأضحية طبعا، صحت منه أنه بأكل أهل بيته. نعم، فكلوا منها وأطعموا، ومش هياخد نفس أجر اللي يتصدق بيها لله كلها. في ناس بتذبح تصدق، يعني ياخد أجر بسيط لنفسه يأكل أهل بيته وكله لله. لكن يعني مهم إن برضو الإنسان المسلم في العيد الكبير يبقى هو نيته خالصة لله، إنه يطعم أصلا طبعًا. أو لأن الضحية أصلا من معمولة إن الفقراء والمساكين، يشارك بها الفقراء والمساكين، يدخل الفرح على في ناس مش تقدر تضحي، ما عندهاش لحمة، هو يدخل الفرح على الفقراء والمساكين. كون إن يدخل الفرح فقط على الناس، دي في حد ذاتها عبادة، من مظاهر العيد كمان، تكبر بخاطر الناس. بنشكرك الشيخ محمود دعويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كل الشكر ليك، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وكل عام وانتم بخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. خلينا نروح لفصل قصير ونرجع نكمل فقراتنا في صباح الخير. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وفي متابعة خاصة وتغطية خاصة أيضا للقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس. شفنا امبارح ذات رئيس إلى العاصمة الفرنسية باريس، وصل تحديدا لمقر انعقاد القمة الدولية أو ميثاق التمويل العالمي الجديد في العاصمة الفرنسية اللي هتستمر لمدة يومين. وهذه القمة أتت بمبادرة فرنسية، وأتت أيضا بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية وللبلدان المتقدمة أيضا. القمة دي يمكن هدفها هو معالجة الاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن انعقاد القمة مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أفارقة. صباح الخير على حضرتك، أهلا بك. صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك دكتور يسري، وربما يعني القارة الأفريقية من أولوياتك دائما، وأيضا يعني أنت يعني تعلم جيدا فرص الاستثمار الواعده فيها. ماذا يحمل الرئيس في جعبته من او في حقيبته من فرص استثماريه للقاره، وماذا تحمل هذه القمه من فرص تسويقيه ايضا للقاره السمراء؟ طبعا في البدايه خلينا اقول انه هذه القمه تاتي وسط ظروف صعبه جدا للغايه للاقتصاد العالمي او لمجتمع المال والاعمال العالمي، ويمكن في تحديات شديده، وربما الاقاويل والتصريحات القادمه من باريس بتؤكد ان هناك يعني نارين احلاهما مر، نار التغيرات المناخيه ونار زيادة معدلات الفقر، التضخم العالمي. وهنا يعني هذه القمة حملت ثلاث محاور أساسية، محور يتعلق بالمناخ، ومحور يتعلق بالحد من الفقر، ومحور يتعلق برعاية هيكلة الديون. وهنا خلينا أكلم الناس وأعرفهم يعني إيه التمويل العالمي الجديد، ذلك النظام الذي تم إقراره في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، وتصدقت عليه 61 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وربما نتائج مؤتمر كوب 2015 حمل للعالم قرارات لم تنفذ حتى الآن، وهو أن كان هناك اتفاق أن 7% من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم المتقدم لابد أن تعطى لمساعدة الحد من الفقر والتغيرات المناخية في دول العالم النامي أو الذي يعني لديها معدل فقر عالي.
خلينا أقول أنه هناك يعني أسباب ومسببات صعبة في هذه القمة تحديدا، لأنه حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية في العالم بلغت 300 مليار دولار، وأنه في زيادة 11% في النسب الناس اللي لديها فقر مدقع وصلت ل 70 مليون نسمة على مستوى العالم. هناك 400 مليون في العالم لا يتمتعون برعاية صحية. هذه القمة اللي فيها يعني ربما 100 دولة تحضر ممثلة بحكومات ورؤساء دول، 50 رئيس دولة، 120 منظمة حكومية، نتكلم على 40 منظمة دولية، هناك 40 جلسة حوارية فرعية في هذه القمة و20 رئيس أفريقي. الحوار هنا يتعلق بالاستثمار والتنمية وفي المشروعات التنمية المستدامة ومشروعات البنية التحتية الخضراء، وربما مشاركة مصر ومشاركة السيد الرئيس جاءت في إحدى أيضا الموائد المستديرة تتعلقت في بعنوان الطريق الجديد في شراكات النمو الأخضر. وهنا ردا على سؤالك أن هناك عديد من المشروعات المتعلقة بشراكات النمو الأخضر والاستثمارات في المشاريع الخضراء وفي البنية التحتية. هذه القمة جاءت في وقت يعني ربما العالم يحتاج، كما ذكر السيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى صدمة مالية عالمية. نحن نحتاج إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي الجديد، وربما يعني فقراء الدول النامية لديهم بحثا عن تمركز جديد في النظام المالي العالمي الجديد الذين يطمعون فيه أن يكون هناك نظرة فيها عدل وفيها يعني حلول فاعلة للفقر في هذه الدول بشكل جيد وبشكل ممنهج. هذه القمة تحمل أهداف أيضا، هناك أهداف كثيرة عن ربما إعادة هيكلة هذه الديون والبحث عن آلية لهيكلة الديون للدول النامية. ربما هناك مناقشات حول ضرورة فرض ضرائب دولية على مشاريع أو على البعثات الكربونية وفيما يتعلق تحديدا في النقل البحري. ربما هناك أيضا إعادة النظر إلى توافقات بشأن مواجهة النظام العالمي الحالي الذي يدير أصول حجمها 300 تريليون دولار، لكنه خلف كل هذه التحديات في 59 دولة نامية. أعتقد أن الجانب الأفريقي وقارة أفريقيا تحمل القسم المشترك الأعظم من هذه الدول التي تتمتع بمعدلات صعبة جدا للغاية في معدلات دخل الفرد. هنا بنتكلم على اجتماعات ثنائية واجتماعات عامة وجلسات حوارية موازية حتى نستطيع أن نصل إلى ما هي الآلية للمشروعات الحقيقية للتنمية المستدامة. ربما أيضا هناك مشاركة للقطاع الخاص على مستوى العالم، هناك أكثر من 70 شريك من القطاع الخاص متواجدين في هذه القمة. العالم القادم يتحدث حول منظمات الأعمال والمجتمع المدني الغير حكومية والقطاع الخاص وكيف يكون لهم أيضا دورا فاعلا في إيجاد حلول تطبيقية على الأرض لفتح الأفاق أمام فرص عمل في مشروعات تنمية مستدامة ومشروعات خضراء للحد من الفقر والحد من هذه الأزمات المتراكمة الكثيرة. التحدي العالمي ربما تحدي كبير، الحديث عن عالم متعدد الأقطاب له قواعد سياسية وقواعد حكم مالية وأنظمة مالية حديثة هو حديث الساعة. ربما هناك تغيرات تحدث كل يعني في فترة. هنا اجتماع السادة الرؤساء، مصر ذاهبة وذهبت دايما إلى باريس، معها وفي جعبتها العديد من الأطروحات التي تحمل الأمل للعالم وللدول. نحن نقدم للعالم نموذجا في إعادة الهيكلة حدثت في مصر فيما يتعلق بالبنية التحتية، نقدم ما خرجنا به من توصيات في كوب 27 ومؤتمر قمة الأطراف التغيرات المناخية في شرم الشيخ. ربما الحديث أيضا نحمل فرص استثمارية عن فرص استثمارية واعدة لدينا في مشروعات الاقتصاد الأخضر في منطقة طريق السويس وفي بعض المشروعات الخاصة بالطاقة والمتعلقة بالطاقة النظيفة. ربما أيضا نمهد لقمة كوب 28 اللي هو 28 القادمة في الإمارات، وربما أيضا الحديث الآن في أروقة هذه القمة في باريس عن حلول فاعلة ربما تعرض على قمة جي 20 القادمة في الهند. أعتقد من وجهة نظري نحن كنا في حاجة ماسة إلى الحضور الجيد والحضور الذي يحمل أهمية شديدة. ربما أيضا هناك من أفريقيا يوجد أكبر منظمة تمويل للبنية التحتية في أفريقيا وهي بنك التنمية الأفريقي الذي أعلن بعد قمة المناخ في شرم الشيخ عن تحالف البنية التحتية الخضراء اللي هيبدأ ب 500 مليون دولار وربما يصل إلى 8 أو 9 مليار دولار للمشروعات البنية التحتية في القارة. وهنا رسالة إلى شركات القطاع الخاص الموجودة في الدول النامية.
واللي موجوده في الدول الراغبه في التعاون مع الشركات الكبرى الموجوده في الدول المتقدمه في مشروعات الطاقه الخضراء والطاقه النظيفه. اعتقد انه مثل هذه الاجتماعات بتكون مهمه جدا يعني ما بقاش موجود في العالم ما يمكن ان نخفيه من مشاكل للنظام المالي العالمي الحالي، وكيف يمكن مواجهة هذا النظام، وكيف يمكن إيجاد حلول فعلة على الأرض لهذه المشكلات المتراكمة. يمكن شفنا تركيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موضوعات كثيرة هامة أو تهتم بالدول النامية، هل ده بيتعلق بأهمية تعزيز خليني أقول الجهود الدولية لتيسير التدفقات المالية المطلوبة في ظل ما تعاني هذه الدول من طبعا مشاكل اقتصادية كبيرة؟ بكل تأكيد يمكن احنا كانت مصر يعني خليني ارجع شوية انه في مؤتمرات عام 2018 و 2019 كانت مصر سباقة، يمكن ربما حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الاستثمار اللي كنا بنعقدها في مصر في 2018 و 2019، وايضا مؤتمرات البنوك المركزية الأفريقية وكل المؤتمرات الدولية اللي عقدت واستضافتها مصر، كان هناك رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى كافة البنوك والنظام المالي العالمي وجهات الائتمان وجهات المنح الخاصة بالبنية التحتية بدورة البحث عن آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول النامية بقروض بظروف معينة وشروط معينة خاصة حتى لا يتم ثقل هذه الحكومات بالعديد من المشكلات المتراكمة والديون المتراكمة حتى لا نثير في حلقة مفرغة وبين مشاكل الحكومات من التمويل والبحث عن مشروعات بنية تحتية، وهي الطريق المؤدي إلى مشروعات الاقتصاد الإنتاجي، وهي الطريق المؤدي إلى اقتصاد مستقر واقتصاد مستدام. فإحنا كنا داعيين لذلك أكثر من مرة في مصر، الرسالة خرجت من مصر لأكثر في 18 وفي 19 وحتى في قمة عقدت في باريس في مايو 21. القمة كانت تتعلق بالتمويلات، قمة التمويلات الاقتصادية الأفريقية، وكانت بتتحدث عن دعم السودان في محطة الانتقالية في مايو 21 وإسقاط بعض الديون الدول النامية. الآن أيضا عدنا إلى الحديث إلى إسقاط بعض الديون عن الدول النامية وتوفير قنوات لتوفير ائتمان قوي سواء على مستوى المشروعات البنية التحتية لبعض الدول النامية واللي عددهم أكثر من 59 دولة الآن في العالم. الأمر الثاني البحث عن آليات تسويق أو تمويل وتسويق لبرامج تمويلية لدور القطاع الخاص ودخول البنوك الائتمانية متعددة الأطراف في دعم مشروعات القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وهذه هي الطريقة المثلى لحلول في محاربة معدلات الفقر. نتحدث كما ذكرت في البداية عن زيادة بنسبة 11% في نسب الذين لديهم فقر مدقع 70 مليون نسمة في العالم. أنا بتصور أنه النظام المالي العالمي الجديد، وربما يعني كلنا سمعنا عن هناك اجتماعات قادمة خلال أسابيع عن مجموعة البريكس، وأعتقد أنه هناك 13 طلب من 13 دولة متقدمة لخمس دول أوريدي هم تحالف البريكس اللي نشأ في العالم من أنذ 2009. فهناك ربما هذا الكلام اليوم وحتى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة عن تحديات وعن ربما تحمل عبارة صريحة عن فشل النظام المالي العالمي الحالي، ده ربما يؤسس لكلام جديد سنسمعه وسوف نراه في اجتماعات البريكس القادم. الحديث عن نتائج جائحة كورونا ومشاكل جائحة كورونا ونتائج الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الخاصة بالتمويل في العالم كلها تحديات تؤكد أننا ما زلنا أمام مراحل جديدة لرؤية جديدة في النظام المالي العالمي القادم. ربما تخرج اجتماعات البريكس التي تستضيفها جنوب أفريقيا بنتائج وبموضوعات وبعملة ربما جديدة يسعون إلى تطبيقها، تغير ملامح نظام السويفت العالمي، توازنات تغير ملامح هذا، تقلل من سعر طبعاً الدولار الأمريكي. إذا كنا يعني متخيلين أن احنا نبحث عن حلول للدول العالم النامي، العالم يئن، هناك مشكلة كبيرة جدا في الاقتصاد العالمي، مفيش أدنى شك أنه ما يحدث، ويمكن ربما اللي بيشاهدونا في مصر ولازم يعرفوا أن اللي حصل في العالم، العالم أكثر من 85% من سكان الكرة الأرضية متأثرين خلال أكثر من 18 شهر. ربما هناك دعوة في هذه القمة من أمين العام للأمم المتحدة عن ضرورة بحث عن حلول فاعلة لإعادة هيكلة هذا النظام المالي العالمي في 18 شهر أو 24 شهر حتى نستطيع أن نعمل إعادة الانتعاشة لتيسير الاقتصاد العالمي. أعتقد أن في تحدي كبير جدا بيواجه كل المسؤولين عن ربما الاقتصاد أو ربما المالية في العالم.
اعتقد ايضا الحضور الكبير في هذه القمه، يعني المانيا موجوده، السعوديه موجوده، سمو ولي العهد اعتقد وزيره الماليه الامريكيه موجوده، وتحدثت صحيح اننا سوف ندعم اي اتجاه يرفع كاهل الديون او يلغي بعض الديون عند دول العالم النامي. هذا صوت لم نكن نسمعه ايضا من مؤسسات الراسماليه او نظام المال العالمي الحالي صحيح. في كلام ربما مختلف في هذه النظره. طيب احنا هنكمل كلام مع حضرتك دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه، ولكن هنروح من بعد طبعا موجز الانباء. اما الان مشاهدينا دقه ساعه التاسعه، موجز الاهم واخر الانباء مع لميه. تفضلي يا لميه. شكرا لك باسنت. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تعقد وسط الأزمات المتعاقبة في العالم على مدار 3 سنوات مضت، وخلال مشاركته في المائدة المستديرة طريقة جديدة شراكات النمو الأخضر ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد. أكد الرئيس السيسي أن الأزمات ألقت بظلالها على العالم وتسببت في أعباء أكبر على الدول النامية بما يهدد مكتسباتها. وأضاف الرئيس السيسي أن رؤية مصر لتحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، مشيرا إلى أهمية تعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أشاد الرئيس السيسي بتميز العلاقات الثنائية، مؤكدا دعم مصر لتونس خلال الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الجهود الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة إضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، وذلك لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة وخاصة على الدول النامية. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على هامش انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، حيث رحب الرئيس السيسي باستمرار التواصل مع رئيس المجلس الأوروبي. وأكد الرئيس السيسي الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة بين الجانبين، أخذا في الاعتبار التشارك في الجوار الإقليمي المتوسطي وأهمية التنسيق المشترك في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بحث أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن رئيس المجلس الأوروبي في هذا الإطار الجهود المصرية المقدرة من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط، خاصة على صعيد استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر ومنع الهجرة الغير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا تجاه إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
اعلن المتحدث باسم البنتاغون الامريكي باتريك رايدر عن تلقي واشنطن طلبا من السلطات الدنماركيه لدعم تدريب الطيارين الاوكرانيين على استخدام مقاتلات F-16 الامريكيه. واشار رايدر الى ان الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا اوروبيا ينسق تدريب الطيارين الاوكرانيين على استخدام طائرات F-16، واضاف ان بلاده تتوقع ان تدريب الطيارين الاوكرانيين سيبدا في مكان ما في اوروبا بحلول نهايه العام، مشيرا الى ان بلاده ستعمل بشكل وثيق مع حلفائها لإجراء هذا التدريب. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزال يأمل في لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأمد القريب، ويأتي هذا التصريح بعد أيام من وصف الرئيس الأمريكي لنظيره الصيني بالديكتاتور، وذلك خلال اجتماع للحزب الديمقراطي، وهو توصيف أثار غضب بكين. وفي مؤتمر أو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي، أعرب بايدن عن رفضه للنظرية التي تشير إلى أن علاقة بلاده مع الصين تنهار. اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء 6 نزاعات بينهما في منطقة التجارة العالمية وفق ما أعلنت عنه واشنطن عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي. وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أن الهند وافقت أيضا على إلغاء رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة يجريها رئيس الوزراء الهندي للولايات المتحدة، حيث توصل البلدان أيضا إلى اتفاقيات بشأن محركات طائرات مقاتلة والاستثمار في أشباه الموصلات والتعاون الفضائي. مشاهدينا، انتهى موجز 9، ونعود مرة أخرى لمصطفى وباسنت لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لاميا. وربما يعني الحديث متواصل عن زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، وكنا بنتكلم مع دكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية المصريين رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن قصة البريكس، أو هو ربما تحدث عنها يعني ما بين السطور في قبل الموجز. دكتور يسري، خليني أكون واضح مع حضرتك، العالم الآن يعاني من وجود عملة واحدة في ما يعرف بنظام السويفت البنكي. أنا النهاردة بستورد حاجة من الصين، أنا بدفع فلوس بالدولار وهي بتستقبل بالدولار، وإحنا الاثنين بنفيد اقتصاد مش بتاعنا. والحديث دلوقتي عن عملة موازية اللي هي عملة البريكس، اللي هي ربما تدخل بنظام سويفت بنكي جديد يقلب موازين يعني سنوات طويلة جدا من البريتون وودز الاتفاقية الأمريكية لهذا الأمر. هل تعتقد ومصر تقدمت بطلب رسمي لأن الصين تحتاج إلى يعني استثمار مواردها في طريق الحرير وقناة السويس تعتبر من أهم المجاري الملاحية لهذا الأمر؟ فرص نجاح البريكس قد إيه؟ خليني يعني أبقى يعني أكثر وضوحا مع حضرتك. أنا في وجهة نظري إن الفرص بتتزايد في نجاح البريكس، وربما معدلات نجاح اجتماعات قمة البريكس القادمة والتوجه إلى نحو إنشاء نظام عالمي جديد فيما يتعلق تحديدا بالاقتصاد، وهتكون الفرصة مرتفعة جدا. أنا شايف إن المعدلات واصلة فوق 70% لسببين. السبب الأول إن هناك رغبة عالمية سواء من دول العالم المتقدم أو من دول العالم النامي من شعوب هذه الدول حول رفض النظام المالي العالمي الحالي بكل ممارساته، لانه كانت النتائج ايه؟ كارثيه. تضخم على امريكا نفسه. اعتراف السيد امين عام الامم المتحده في باريس امبارح مباشره انه احنا عندنا بندير اصول ب 300 مليار تريليون دولار، لكن النتائج على الارض صعبه جدا، معدلات تضخم، نسب بطاله، معدلات فقر، مشاكل، حتى كل ده عشان ورقه واحده. حتى بالظبط. الامر الثاني انه ما كانش ينفع يستقيم العالم اقتصاديا بان دول لديها خامات تاخدها دول تصنعها وترجع تبيعها في اسواق هذه الدول الى قيام الساعه، مش هينفع اطلاقا، لازم يكون في عمليه اعاده توزيع وعداله توزيع ما بين الثروات والقيمه المضافه للسلع الاوليه واعاده انتاجها لهذه الاسواق. الحاجه الثالثه والمهمه جدا انه ما يحدث في البريكس او ما يحدث في تحول في النظام المالي العالمي الجديد او في قواعد
الإدارة في العالم والذهاب إلى عالم تعدد الأقطاب. أنا من وجهة نظري بدأ من 2001، يعني الحديث مش يعني إحنا جايين في مراحل وسلاسل مختلفة جدا، لأنه الحوار ما بين بس الحاجة أم الاختراع دلوقتي بالضبط. النهاردة يمكن الظروف اللي العالم بيمر بيها من 2018 وإحنا جايين سرعت عجلة البحث عن الخروج من هذه المشكله او هذا النظام اللي صعب جدا افضل متواصل معاه. طب خلينا ابقى صريح مع حضرتك، انا لو حطيت النهارده البريكسي في سله العملات وعملت نظام سوفت بنك هيظل الدولار طبعا في سله العملات، بس هتنخفض قيمته لان يعني هيبقى الطلب على الحاجات اللي مفروض عليها بالدولار. بس انت بس هتقلل هيمنه الدولار وهيمنه العمله الاولى مرحليا. المرحله الاولى انت النهارده معاك بنتكلم على 5 دول موجوده في البريكس، في 13 دوله. خليني اقول لك على خبر مهم جدا، انه اقتصاد دول بريكس الحالي لاول مره في ابريل 2023 يتفوق على اقتصاديات مجموعه السبع الصناعيه. ده وصل ل 31.5% من الاقتصاد العالمي، السبع كانت 30.7%. بتتكلم على 5 دول بيمثلوا 42% من سكان الارض. لو اتضمت 13 وبتتكلم عن مين؟ بتتكلم على السعوديه بالطاقه، بتتكلم على ايران، بتتكلم على الجزائر في افريقيا، بتتكلم على 13 دوله. 13 و5 18 انت بتنتقل الى نسبه تتخطى اكثر من 65 الى 70% من الاقتصاد العالمي. المرحله الاولى او ما سوف يحدث في جنوب افريقيا او ما هو مطروح للحوار والنقاش ربما ستؤثر على تقليل هيمنه العمله الدولاريه في العالم مرحليا. لأن أنت النهاردة لازم يكون عندك موجودات وأصول ومنتجات تتحرك بين هذه الدول تخليك ما أنتش قادر تستخدم أو ترجع تعود للدولار، وبالتالي هتبدأ تنشئ منظومة تجارة جديدة دولية. تنشئ ما هيبقى الدبليو تي او هيبقى فيها كلام جديد مختلف، هيبقى في كل الأنظمة المعمول بها سواء في اتفاقيات جمركية دولية، في اتفاقيات تحالفات، كل دي ربما ستشهد تغيرات. خلينا اقول لك اتفاقيه الاسيان اللي موجوده في ما بين الصين وبين دول جنوب اسيا وداخل فيها كمان استراليا، والدول دي بتشتغل بمنظومه فيها يعني تعريفه جمركيه مخفضه وبعض السلع ما فيهاش جمارك خالص، يعني متشاله تماما. لو دخلت الاسيان مع البريكس في منظومه وكل واحد دخل باشتراكاته، انت تتحدث عن الان وربما سنشهد، انا رايي الشخصي، في الأعوام والشهور القادمة كثيرة جدا من التغيرات. يعني أنا شايف أن النظام العالمي الآن ربما يرفض الأدوات السياسية والاقتصادية شكلا وموضوعا. يعني الحديث عن الصين مثلا عندما هاجمت منظمة الصحة العالمية دي أداة من الأدوات، عندما تتحدث عن WTO تتحدث عن الدولار، يعني الموضوع في اللي حاصل في العالم وربما يمكن حجم التأثر في الدول الأسواق الناشئة أو الدول النامية لأنه هم أكثر تأثيرا، لكن الحديث ما بين الكبار بيؤكد أنه أنت يعني اهتمام فرنسا مثلا تحديدا فيما يتعلق بقمم ومبادرات التمويل زي القمه دي، وكانت في قمه في مايو 21، ده برضه بيحاول يسيطر على بعض الدول اللي له فيها نفوذ زي 15 دوله موجودين في افريقيا، ويبدا يتكلم على التمويل وانا دايما مهتم بالدول الناميه، وبيحاول يخلق دور في النظام العالمي الجديد. كل واحده من الدول العظمى في 2 شغالين، روسيا والصين شغالين في منظومه، ومعاهم النهارده البرازيل والهند، والهند النهارده الهند الجديده القادمه بعد الاصلاحات الضريبيه والهيكليه اللي تمت في الهند، اقتصاد قوي طبعا، اقتصاد قوي وداخل بشكل جيد وبشكل قوي. الموضوع لازم نبقى احنا في شعوب عندها وعي اقتصادي وثقافة وعي اقتصادي تعي تماما ذلك. وخلي بالك في محددات أساسية بدون ثقافة الشعوب حول الإنتاج والتشغيل وحب فتح الأسواق الخارجية، يمكن دي الكلمة اللي دايما السيد الرئيس يقولها، لازم نشتغل لازم ننتج، حتى دايما يقعد يقول انه لازم تصحوا من بدري عشان خاطر نبتدي ننتج في يومنا. دي كانت قراءة طبعا ضيفنا الكريم دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس وانعقاد القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. كل الشكر ليك على وجودك معنا يا فندم، نشكرك. شكرا جزيلا دكتور يسري، شكرا جزيلا لشرف حضرتك. مشاهدينا الكرام خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. Bien. Ah oui, là, c'est écrit.
يمكن اتكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة عن القطاع الصحي في مصر واستحواذه على النصيب الأكبر من الاهتمام من الجانب أو جانب القيادة السياسية المتمثلة طبعا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة يعني بنعمل زي ما قلت كده بسنت كشف حساب 10 سنوات على مرور ملف الصحة بمحطات كثيرة جدا جدا جدا، كان أبرزها مشروع 100 مليون صحة، ودخلنا على مبادرات كتيرة جدا من الدولة المصرية، واعتقد ان كان ابرزها
غير طبعا قصة إنهاء كشوف الانتظار وخلافه، قصة منظومة التأمين الصحي الشامل. احنا هيبقى عندنا يا جماعة تأمين صحي شامل بالرقم القومي، دي طفرة حقيقية. صحيح ان هذا النظام لم يصل العاصمة، لكنه بدأ من مدن القناة، بدأ من بورسعيد. طيب النهاردة هنعمل كشف حساب لكل ده، ازاي الدولة عملت ده في ظل وجود عوائق بيروقراطية جوه وزارة الصحة، ازاي فككت هذا الامر، وازاي خلت الملف ده يدار بشكل ويتم ضخ فيه اموال ويبقى مردود وعامل ازاي. رحبوا معانا النهارده بضيفنا الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، منور النهارده في استوديو صباح الخير مصر، وهيجاوب معانا على كل هذه الاسئله. صباح الخير استاذ اسلام. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير استاذ ابتسام. اهلا بيك يا فندم. يمكن خلينا نتكلم مع حضرتك في البدايه ان قطاع الصحه شهد يمكن العديد من التغيرات والانجازات المتميزه اللي شفناها على مدار التسع سنوات اللي فاتوا، هل الهدف من ده بناء يمكن نظام صحي متكامل، توفير الرعايه الصحيه، التغطيه الصحيه الشامله لكافه المواطنين وفقا لاحدث طبعا المعايير العالميه؟ عايزين نعرف التاثيرات الايجابيه لده كان ايه؟ يعني دي نقطة كويسة جدا نبدأ بيها الحكاية بتاعت الصحة آخر 10 سنين. هي فكرة السياسة الصحية، هل السياسة بتاعت مصر اتغيرت في الصحة في آخر 10 سنين واتغيرت ازاي؟ احنا انتقلنا لما ابتدت تتحط في 2016 فيجن 2030 أو رؤية مصر 2030 للصحة، اتغيرت السياسة الصحية بالكامل. بدل ما كنا مركزين أكتر على اللي احنا بنطلق عليه سياسة نظام صحي متكامل الى حاجه بنسميها البيرسون سنتريك او نظام مركزيه الانسان. يعني ايه في الصحه؟ يعني ايه مركزيه الانسان؟ ان احنا ممكن يبقى الصحه عموما كل هدفها ان انا يبقى عندي كم مستشفى وعندي كم دكتور، دي اسمها مركزيه النظام، او ان انا اعالج مرضى بيسموها مركزيه المريض. الهدف اللي بعد كده ان انا يبقى عندي حاجه اسمها مركزيه الانسان، يعني انا بحاول ان انا اقلل حدوث الامراض، فانا بقيت باكتر بعمل صحه اكتر ما بعالج مرض، بحاول ان انا اخلي الصحه بتاعه الناس احسن. لذلك لو قرينا الرؤيه بتاعه مصر 2030 هنلاقي انها دايما انسان مصري ذو صحه جيده يتمتع بتغطيه تامينيه شامله. فده عشان يحصل كان لازم يتغير السياسه كلها حتى بتاعه المنظومات. يعني زي ما استاذ مصطفى قال كده، احنا كان عندنا وزاره الصحه بتقوم بكل الادوار الموجوده في الصحه، فكان لازم يحصل الكلمه اللي الناس متهيألي بتسمعها كتير بس هي تفسيرها يعني محتاج يبقى ابسط شويه، حوكمه القطاع الصحي. كلمه حوكمه معناها ايه؟ ان انا عايز افك الاختصاصات بحيث ان انا اقدر اعمل عليها كنترول احسن، واقدر اعمل عليها اوديت احسن، رقابه احسن. فبالتالي مثلا انا بدل ما كان عندي وزاره الصحه بتعمل كل المهام بتاعه الصحه، خدت كل قطاع الدوائي مثلا وعملت هيئه الدواء المصريه، تبقى دي مسؤوله ان انا الدواء يجي من بره او يتصنع ويخش الاراضي المصريه بتخصص فقط لهيئه الدواء. وهيبقى دي هيئه مستقله مش تابعه لوزاره الصحه، ويرأسها يعني مجلس اداره بالظبط، والبريزنت بيبقى وزير دكتور تامر عصام. ونفس الكلام عشان عايز افصل الشراء، انا كنت بشتري لكل قطاع لوحده مش جمله يعني، فبالتالي لازم كنت اعمل هيئه شراء موحد بتشتري مصر كلها كل قطاع صحي. لا لا، يعني ايه كنت بشتري كل قطاع لوحده؟ مش فاهم. يعني انا مثلا عندي مناقصه للدواء، فكنت بشتري مناقصه الدواء دي جوه وزاره الصحه، بعد كده في مناقصه ثانيه في قطاع مثلا التعليم العالي، مناقصه ثانيه للمعاهد التعليميه، في مناقصه للتامين الصحي، فانا ما كنتش بشتري نفس الصنف ولا اسعار مختلفه وعروض مختلفه وعروض مختلفه. فبالتالي وجود هيئه شراء المصريه اللي تاسست في 2019 كان الهدف منها في الحوكمه ان انا يبقى عندي جهه واحده تشتري مره واحده، بتفاصل مره واحده لكل مصر. فبالتالي بقى عندي تاخد اوفر اكبر، تعمل بالظبط كده، دي اللي فيها الأحسن. التقييم وده اللي فيها بقى اقتصادات الصحه، ودي اللي فيها الشراء، ودي اللي فيها المخازن الاستراتيجيه اللي افتتحها سياده الرئيس، وفيها التوزيع. فبالتالي انا بقى عندي مكان واحد في كل الشراء سواء لادويه او مستلزمات. بعد كده انا محتاج اعمل تامين صحي شامل زي ما حضراتكم ذكرتوا، فانا محتاج اعمل هيئه وافصل فيها الفلوس، فتعمل الهيئه اللي هي اليو اتش اي اي اللي هي هيئه التامين الصحي الشامل، ودي هيئه مستقله، يعني رئيس مجلس اداره الهيئه دي وزير الماليه دكتور محمد معيط. فبالتالي انا فصلت دي تماما عشان يبقى دي معاها كل الفلوس اللي ينفع اصرف بيها على التامين الشامل، وده اللي بدات اللي هي بدات في بورسعيد وحاليا موجوده في 5 دول في 5 محافظات. وعمل لها منظومه كامله اللي هي منظومه الرعايه،
دي اللي هي هتبقى بتقوم بالسيرفيس بروفايدنج او بتقوم بالخدمات الصحيه والمستشفيات. حضرتك انا بدل ما كان عندي بقى وزاره صحه بقى عندي هيئه شراء وهيئه دواء وعملت هيئه للرقابه والاعتماد لوحدها، وبرده دي مش تبع وزاره الصحه، دي تبع الرئاسه على طول، وبقى عندي منظومه. لا الرعايه والاعتماد بتعمل ايه زي ما عودتنا؟ الاعتماد والجوده دي بقى مسؤوله ان كل مستشفيات مصر تبقى زي بعض، كواليتي كنترول. يعني انا عندي، احنا دايما في الصحه بنقول الهدف من الصحه ان انا يبقى عندي مساواه وعدل وتضامن. فده عشان يحصل معناه ان المواطن اللي اتولد في بورسعيد ياخد نفس الحقوق للمواطن اللي اتولد في الفيوم، اللي اتولد في القاهره، اللي اتولد في مطروح. عشان اقدر اعمل ده محتاج اخلي المستشفيات كلها على نفس المسطره. الاعتماد والجوده، لو في مستشفى ما عرفتش ان هي تعدي الاعتماد والجوده مش هتخش في المنظومه، سواء كان خاص او عام، لان انا هيبقى عندي مستشفيات خاصه في التامين الصحي الشامل. فبالتالي انا دي الهيئه دي بقت فقط للاعتماد والجوده، وما ينفعش دي تبقى تابعه لوزاره الصحه عشان ما يبقاش هو القاضي والايه والحكم يعني. والخمسه بقى انا بقى عندي الرعايه، دي منظومه الرعايه الصحيه بالظبط اللي هي الايجيبشن هيلث اثوريتي او هيئه الرعايه الصحيه، دي مسؤوله عن كل المستشفيات اللي هتقدم الخدمه للمواطنين. فبالتالي انا بدل ما كان عندي وزاره صحه فيها الفلوس وفيها الشراء وفيها التقييم وانا بعمل اوديت وبراقب على نفسي، ولو عندي مشكله انا اللي بحاسب نفسي. فطبعا المنظومه دي اللي احنا ورثناها من النظام الانجليزي القديم اللي هو الان اتش اس، هي كانت المنظومه القديمه، واللي هي على فكره جت دلوقتي لسه موجوده في انجلترا وبيحاولوا يفكوها برضو زينا كده. المنظومه دي انا عايزه اقف عند كلمه يفكوها. ليه القطاع ده بالذات عندنا او يعني قطاع الصحه نجح جدا؟ لان احنا بنتكلم على يمكن قضاء على فيروس كان عندنا مشكله كبيره جدا معاه وهو فيروس سي، قضاء على قوائم الانتظار، النهارده بنعمل تامين صحي شامل في المحافظات المصريه بشكل كبير جدا. سبب نجاح هذا القطاع ان احنا فكناه وعملناه من اول وجديد يعني؟ تمام، ايه اللي حصل؟ مين كمل بيها بقى الحكايه؟ انا لما فكيت الموضوع عشان الناس طب انا كده ممكن اكون زودت البيروقراطيه، انا خليت كل حد مركز في مكانه. فمثلا المبادرات الرئاسيه، بما ان انا مركزيتي اكتر انسان مش مريض، فانا عايز اعمل اكتر وقايه وعايز اعمل حملات توعيه واحاول ان انا احد من وجود الامراض. فبقت وزاره الصحه بتقوم بالدور اللي هو الاساسي اللي المفروض وزاره الصحه بتقوم بيه، اللي هو الصحه العامه اللي هي حاليا احنا بنقول عليها المبادرات الرئاسيه للصحه. فبالتالي التركيز اللي حطيته وزاره الصحه في الموضوع ده وشلنا من على ظهرها حمل مناقصات وحمل الشراء وحمل كل الهيئات الثانيه، خلاها اكتر تركيزا في ان انا اقدر اعمل حمله زي فيروس عالجي بس. انا محتاج اعمل حملات. ففيروس سي مثلا احنا كنا حاولنا قبل موضوع الحوكمه نعمل فيروس سي او مصر خاليه من فيروس سي في 2015 وما نجحتش قوي. كان دايما في اوفرلود على الوزاره، في حمل زياده. لما جينا عملناها في 2019 خلاص انا الوزاره مركزه، الميزانيه موجوده، خلاص انا لو عايز الادويه بتاعه فيروس سي مش انا اللي شايل حمل الموضوع ده، في هيئه دواء في هيئه شراء. لو انا عايز المستشفيات، المستشفيات موجوده في قطاع تاني، فانا مركز بس في الحمله بتاعتي. ده اللي خلى ان مثلا فيروس سي يجي فيها 50 مليون مواطن. احنا كناش بنسمع ان في اي حمله توعيه وعملت الداتا بيز او وجود داتا بيز او مثلا بقى في رقمنه للقطاع الصحي. ده اللي خلى مثلا نيجي نعرف على الاقل نحسب التكلفه الاقتصاديه عامله ازاي. انا بشكرك جدا على حسن تحليلك لحوكمه القطاع الصحي، يعني احنا كنا فعلا محتاجين نفهم ازاي تفكك هذا القطاع، ولكن برضو خليني بقى افكك منظومه التامين الصحي الشامل او افهمها من الداخل. احنا كان عندنا طول السنين اللي فاتت علاجات على نفقه الدوله، والدوله لم يعني تبخل يوما ما، ولكن طبعا كانت اجراءات بيروقراطيه وطويله وعلشان تقف في طابور وخلافه. ازاي وصلت من المرحله دي لانك انت تعمل منظومه تامين صحي شامل؟ وايه اقرب سيناريو لهذه المنظومه؟ هل هو تامين دول اوروبيه؟ هل هو تامين دول خليجيه؟ هل هو تامين الولايات المتحده الامريكيه؟ يعني احنا عندنا بالرقم القومي زي كده الناشونال اي دي بره، هقدر اخش اخد بيه علاج ولا هدفع فلوس زياده؟ ولا برضه الموضوع ده احنا مش عارفين طلاسمه بشكل عام، يعني مش عارفين نفك طلاسمه حتى. هنرجع للسياسه تاني. تمام. السياسه الصحيه. تمام. احنا كنا بنتبع كذا نظام تاميني زمان. يعني للاسف الشخص عشان يعرف ياخد علاج كان دايما بيبقى محتار، وانا تابع التامين الصحي
تأمين صحي لناس بس فقط هم اللي يقدروا ياخدوا العلاج بتاع الهيئة التأمين الصحي القديم زي موظفين الدولة والأرامل والأطفال وهكذا. طب لا لو أنا مش كده، لا أنت هتتعالج على نفقة الدولة. طب وأنا إزاي أخد قرار نفقة الدولة؟ محتاج أمشي في الإجراءات إزاي؟ طب لا أنت ممكن تروح معاهد تعليمية على فكرة. طب لا أنت ممكن تروح الجامعات، مستشفيات جامعية، برافو عليك، صحيح. ففي دلوقتي كذا نظام تأميني والناس كان دايما بتلخبط. إحنا عايزين يبقى في نظام واحد، حتى لو الموضوع ده هيخلينا نغير من النظام التأميني بالكامل، وبدل ما بعملها من التاكس من الضرايب انا اخليها بريميوم. بريميوم ده زي شركات التامين الخاص، لو حد بيعمل تامين خاص على للصحه بيدفع كل سنه جزء، بعد كده الجزء ده بيخليه كفرد او متغطي طوال السنه بمبلغ معين. ده الدوله هتعمله. ده احنا كده انتقلنا من نظام شبه النظام الانجليزي لنظام اقرب للنظام الكندي او النظام اللي موجود برضو في دول اوروبيه كتير. ان انا بقول في الاخر انا هخلي الاسره تقوم بدفع بريميوم، دفع اشتراك في منظومه التامين الصحي الشامل. بالاشتراك ده انا هعلي له السيرفيس واخليه بالاعتماد والجوده، يبقى عنده مستشفيات سواء خاصه. احنا مثلا في بورسعيد لما اتطبقت في مستشفيات خاصه، نفس المستشفيات الموجوده هنا في القاهره مثلا، في مستشفيات عامه وفي مستشفيات جامعيه، هيقدر يتعالج هنا او يتعالج هنا او يتعالج هنا، هو نفس التامين. فانا شلت فكره الازدواج التاميني، فكره ان التامين كان بقى فيه هدر كتير جدا، لان انا مش عارف اتابع البني ادم ده ممكن يروح هنا بعد كده راح هنا بعد كده راح هنا، فبقى فيه اكتر من مره بديله نفس السيرفيس. كل ده هيتلغي، هيبقى فيه البريميوم. طب لو العائلات ما تقدرش، لو قلنا في عائله تحت مستوى خط الفقر، هنا هي فكره التضامن اللي كنا لسه بنتكلم عليه. الهدف من الصحه هو التضامن، انا لو مش قادر ادفع الدوله هي اللي هتدفع لي. فكل الناس اللي تحت خط الفقر في مصر البريميوم او الاشتراك ده الدوله هتدفعه بالنيابه عن الاسره. فبالتالي انا بقى عندي نظام موجود على كل المستشفيات ككل، مسطره واحده، كل الناس بتتعالج في اي مكان تاخد نفس السيرفيس. تم تحديد السعر ده ولا لسه؟ احنا حاليا في بروتوكولات وفي الاسعار عند المنظومه. احنا طبعا هو في منظومتين في التامين الشامل، المنظومه اللي هي معاها الفلوس بس اللي هي رؤوسها دكتور محمد معيط، دي اللي هي التامين الصحي الشامل، وهيئه الرعايه المصريه دي المستشفيات. فبالتالي معاهم الفلوس اليو اتش اي اي او التامين الصحي الشامل ده قرر خلاص التسعيره والتعاقدات مع المستشفيات، وخلاص الناس دلوقتي بتروح دايركت من لو عايز يتعالج مثلا بيروح على مستشفى بيكلم كول سنتر قبليها وبياخد ميعاد وبيكشف، كل ده بالمجان. بروتوكولات العلاج بقت موجوده والاسعار بتاعتها موجوده والناس ابتدت تدفع. احنا دلوقتي داخلين في 3 سنين تجربه للتامين الصحي الشامل، والهدف ان احنا المرحله الثانيه خلاص هتبدا، يعني هنا ومطروح وجنوب سيناء خلاص في غضون شهور يعني. بعد كده نبتدي نتوسع في المحافظات الاكبر، في 2032 هيبقى مصر كلها اتغطت، هنلغي بقى النظام القديم ده كله، مش هيبقى عندنا كلنا كده غير التامين الصحي الشامل اللي احنا مشتركين فيه، وده ما فيهوش اوبت اوت، يعني ما فيهوش ان انا اخرج منه، انا كده كده كل المصريين هيبقى متامن عليه. طب احنا في الفتره اللي فاتت شفنا يمكن حملات توعيه كتيره جدا ل او ضد امراض كتيره جدا، منها الامراض الساريه، فيروس سي، السكر، الضغط، تنظيم الاسره، حتى حاجات كتيره قوي. تعزيز الوعي حول اسباب يمكن الامراض وعوامل الوقايه منها، هل ايجابيا، لان هل بنسب يعني، خليني اقول لان انا معيش ارقام، انا ما اعرفش هل ده اثر ايجابيا ولا لا، ولو زياده الوعي دي زادت قد ايه لو حضرتك عندك ارقام؟ تمام. طيب. لو اتكلمنا على المبادرات احنا بنتكلم تقريبا على 20 مبادره رئاسيه للصحه. لو اتكلمنا على اشتراك الناس في المبادرات احنا بنتكلم على 110 مليون زياره من الشعب المصري للمبادرات. طبعا الشخص ممكن يزور اكتر من مره. بنتكلم مثلا على بعض الحملات، يعني مثلا زي ما قلنا فيروس سي 50 مليون مواطن راحها، بنتكلم على الامراض غير الساريه بنتكلم على تقريبا 25 مليون مواطن مصري، نتكلم على سرطان الثدي تقريبا 30 مليون سيده فحصت في الحمله. احنا بنتكلم في ارقام اختلفت تماما عن زمان. احنا زمان كان بيحصل الحملات وغالبا كنا دايما بنفكر بطريقه معقده شويه، فدايما الحملات كانت اخرها 2000 3000، اخرنا 200 الف شخص بيروح. فكره ان احنا ابتدينا نعتمد على الشغل على الارض مش فقط رقمنه، ان الرائدات الريفيات، ان المراكز الصحيه هي اللي بتعمل التوعيه، الموضوع ده خلى في توسع في ان الناس تبقى عايزه تيجي تكشف وتعمل كشف الدوري. حاجه تانية، احنا دايما بنتكلم بطريقه سيئه وسلبيه على كورونا، بس كوفيد غير شويه في الكالتشر بتاعت الناس، خلت الناس عندها يعني اكتر اقبال ان هي تروح تكشف وتطمن على نفسها وعلى صحتها. فمثلا ساعه كوفيد كان في اقبال عالي جدا، بعد كوفيد بقى في اقبال عالي جدا. طب
في مبادرات مثلا اتعمل وتصرف عليها مليارات. دايما السؤال وده سؤال منطقي، انا صرفت مثلا في فيروس سي 4 مليار جنيه، ليه اصرف 4؟ طب انا كنت اصرفهم في حاجات تانية او علاجات تانية. فلازم يبقى نشوف المردود الاقتصادي. فمثلا برضو لو اتكلمنا على الحصاد اخر 10 سنين، احنا بقى عندنا كل ملف او كل مبادره بتطلع لازم يبقى ليها ملف اقتصادي. هي هتجيب كام؟ هتفرق معانا في ايه؟ فمثلا انا كل جنيه صرف في حمله فيروس سي رجع مردود استثماري 3.65 جنيه. انا لو ما كنتش صرفت ال 4 مليار دول انا كنت هتحمل خسائر اقتصاديه بسبب الناس دي هنكتشف الموضوع عندهم في وقت متاخر، فيبقى العلاج بتاعهم غالي. تقريبا الناس اللي بيجي لهم سرطان الكبد 80% منهم كان عندهم فيروس سي، فجبت السوفالجي وعالجت بيه ونطيت له. فانا ده كله انا وفرت للمستقبل، ووفرت كمان الناس ما تاخدش اجازات من شغلها، نسب الوفيات قلت. نفس الكلام في سرطان الثدي، انا كل جنيه صرفته في حمله سرطان الثدي انا رجعته جنيه 35 قرش بسبب ان انا اكتشفت سرطان الثدي بدري. احنا للاسف كان عندنا 60% من الحالات بنكتشفهم في المرحله الثالثه والرابعه، اللي هو خلاص الوفاه غالبا للاسف هتحصل. دلوقتي ده الرقم ده قل النص. احنا عندنا اربع مبادرات جداد للاورام، فمثلا سرطان القولون وسرطان الرئه وسرطان البروستاتا وعنق الرحم، دول اربع مبادرات للاورام جداد. نفس الكلام كل مبادره الهدف منها ان انا اكشف بدري واكتشف الورم بدري فاقدر اعالجه. للاسف بروستاتا ومثلا والقولون انا عاده كنا بنكتشفهم في اخر مرحله، فبالتالي بيحصل وفاه والعلاجات بتاعت اخر مرحله غاليه جدا. فبالتالي اللي اطلقتها وزاره الصحه من اسبوع بقياده الدكتور احمد مرسي والوزاره دي كلها الهدف منها انا هصرف مليارات بس انا هوفر على اللونج ران. ده الفكره من الصحه، وفكره ان احنا عشان ما نبقاش بنقول احنا عملنا. دايما لما نقول رؤيه الناس يقولوا الرؤيه دي جمله بتتكتب كده وخلاص، لا، احنا الرؤيه فكره ان انا بنتقل من النظام العادي، النظام ان انا عايز صحه المواطن وصحه الانسان، انعكست بفلوس، انعكست ان كان بادجت الوزاره كله على بعضه 36 مليار من 10 سنين، احنا دلوقتي بنتكلم في 260 مليار السنه بتاعت كوفيد وتقريبا 200 مليار السنه دي. طيب لو حد من القاهره وعايز يروح اسماعيليه او بورسعيد ويستفيد من نظام التامين الصحي الشامل يقدر؟ لا ما يقدر. هي هتبقى محافظات فهي على حسب لازم محافظتك تبقى دخلت خلاص آه. وتخش بقى يا إما لو انت قادر تدفع، لو انت مش قادر بتاخد الاعفاء. ده صحيح آه. فيعني هو نقدر نعرف الثمن اللي بيدفعه في محافظه بورسعيد او اسماعيليه الان يقدر بكم للقادر؟ هو عموما هو المبلغ بيبقى جزء معين من الدخل بما لا يقل عن مبلغ معين ولا يزيد عن مبلغ معين، عشان برضو ما نقولش مبلغ الناس يعني ترتبط ان هو ده بالظبط المبلغ هيدفع. فهي هتختلف عموما على حسب البريميوم ده بيتحدد ازاي، ولكن هو مبلغ عادي طبعا اقل بكتير من التامين الصحي الخاص، ولكن مش هيبقى زي العلاج النافع الدوله اللي هو يعني بالمجان تماما. يعني هو هيبقى المبلغ ده سنوي وهيدفع للعيله ككل. لو الحد مش موجود في محافظه من المحافظات اللي حصل فيها التغيير ونظام التامين الصحي الشامل، هيبقى لسه تابع لهيئه التامين الصحي القديم او العلاج النافع الدوله. احنا مصريين يا اما هنا يا اما هنا، فلو هو لسه ما دخلش في المحافظه هيبقى مضطر يتعالج على السيستم القديم، او يبتدي لو هو يقدر يعني الحاجه اللي عايز يتعالج منها موجوده في المبادرات الرئاسيه، ضغط، سكر، حتى دلوقتي امراض العيون، السمع، الاورام، كل ده موجود برده في المبادرات الرئاسيه، ودي ما فيهاش محافظات او محافظات، لا خلاص دي كل المحافظات، ودي بسهوله في كول سنتر بيتكلم عشان يعرف ايه المبادرات ويقدر يستفيد منها ازاي. يخش على الويب سايت لوزاره الصحه هيلاقي لينك يقدر يملاه، يعرف هو حتى سكريننج بسيط كده يقدر يعرف هو ممكن يروح لانهي مبادره، او ان هو يروح لاي وحده صحيه جنبه يسال هي ايه المبادرات الموجوده، ده انا ممكن اكشف ايه كذا كذا. نقدر نستفيد، وخصوصا فرصه كويسه الدوله عامله الموضوع ببلاش، ولو لا قدر الله في حاجه او فرصه بتطمن، لو في حاجه بدري اقدر الحقها. وبرده العلاجات كلها حتى في الاورام اللي اغلى ادويه هتبقى برضو كلها بالمجان. هايل. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، احنا لسه مكملين كلام مع حضرتك لكن نروح لفاصل سريع ومن بعده نرجع نكمل بقيه فقرتنا، خليكم معنا. برحب بكم مره ثانيه بصحبتنا دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، وكنا بنتكلم عنه قبل معاه قبل الفاصل عن كشف حساب ل 10 سنوات من ثورة 30 يونيو عملنا ايه في ملف الصحة. الدكتور اسلام ربما اتكلم عن ملفات كتير جدا من ابرزها ازاي فككنا
النظام البيروقراطي القديم لقطاع لوزارة الصحة وقسمناه لخمس هيئات، ازاي قدرنا نعمل منظومة التأمين الصحي الشامل؟ ازاي بدأت وازاي هتنهى؟ هنكمل مع حضرتك في منظومة التأمين الصحي الشامل، واعتقد ان احنا برضو ما قلناش يعني الهيكلة الإدارية بتاعتها ازاي هتنجح، ازاي هتصرف على نفسها. الرئيس السيسي دايما مهتم بان انا مش هعمل هيئة والهيئة دي تبقى يعني ايه حمل، دايما حمل على وزارة المالية، وانا عايزة لا. السيد الرئيس واضح جدا في كلامه في كل لقاءاته وفي كل تصريحاته، الهيئة دي لازم تبقى مستقلة بتصرف على نفسها، مواردها تجيبها منها. ازاي هتبقى الهيئة الحكومية دي بتصرف على نفسها، ومن اين يعني في ظل طبعا ارتفاع سعر الدواء عالميا؟ تمام، يعني النقطة دي كويسة جدا. حاجتين محتاجين نعمله، التمويل والحاجة الثانية الترشيد. التمويل ان انا ابقى متاكد ان انا عندي استمراريه وسستينابيليتي في التمويل، ودي مهمه جدا ان انا افصل الفلوس عن اي حاجه تانية. لذلك مثلا هيئه التامين الصحي الشامل هي مفصوله حتى نقديا عن وزاره الماليه وعن وزاره الصحه، فبالتالي هي لما بتجمع البريميوم او الاشتراكات هي عندها ميزانيه خاصه، الميزانيه دي هي اللي بتتحرك بيها. فدايما هم بيعملوا حاجه اسمها استثمار في الصحه وبيبقى ليها عائد، فدايما هنلاقي ان مثلا هم ابتدوا في محافظه هم اوريدي معاهم فلوس اللي يقدر يبدا بيها في المحافظه، وهو اللي بيحاسب بعد كده كانهم ما لهمش علاقه ببعض وما كانهمش هم الاثنين قطاعات حكوميه، الهيئه اللي ماسكه المستشفيات. فدايما هيبقى فيه زي ما نقول تنافسيه، لان هو ممكن يتعاقد مع مستشفيات تانية براها مثلا، فدايما هيبقى فيه فكره ان انا عايز اقدم سعر اقل عشان اوصل ان انا اخد الترسيه بتاعه من الصحي الشامل. على النقطة الثانية بقى، فكرة الترشيد هي ان انا لما بشتري كل الخدمات الصحية بشتريها بكام؟ وبشتريها بسعر اقل ولا لا؟ وهل في عندي بديل محلي ولا لا؟ ده اللي بيقوم بيه مثلا هيئة الشراء الموحد. فلذلك هنلاقي ان هيئة الشراء الموحد مع التأمين الصحي الشامل هو الهدف ما بينهم ان انا اقدر اجيب لك الاسعار اقل بكتير من اللي كانت موجودة قبل كده، واقدر اعتمد اكتر على الصناعة المحلية. لذلك تعميق التوطين للصناعات، انا ما بحبش كلمة توطين ان احنا اقدم بلد في التوطين، طبعا احنا متميزين جدا في احنا عندنا اكتفاء ذاتي ب 85% من التصنيع المحلي، فده اللي هيخليه برضو الاسعار تنافسيه. حتى في ادويه الاورام احنا ابتدينا يبقى عندنا بدائل محليه، وعلى 5 أو 6 سنين هيبقى عندنا بديل قوي جدا حتى للادويه البيولوجيه اللي هي الادويه الغاليه. طب ده اللي يخلينا ننتقل كده، هو عشان اقدر اعمل الموضوع ده محتاج يبقى عندي اقتصاديات صحه. وانا هبقى متحيز شويه هنا ان احنا مثلا في اخر 10 سنين بقى عندنا وحده لاقتصاديات الصحه واقتصاديات الدواء، هي الهدف منها ان انا هل انا فعلا عندي ترشيد، هل انا عندي افشنسي وعندي كفاءه في الصرف ولا لا. ببساطه انا ممكن اكون بصرف في حاجات ملهاش لازمه ومحتاج اصرف في حاجات ثانيه. اديلكم مثال ان الناس برضو ما تبقاش عارفه هو اقتصاد الصحه ده بتعمل ايه. مثلا احنا في المرض السكر مثلا، احنا اكتشفنا عشان نقدر واحنا بنصرف قد ايه المرض السكري وصرفنا عالي جدا، لما عملنا دراسة عن العبء الاقتصادي اكتشفنا ان مصر بتتحمل عبء 25 مليار جنيه بسبب مرض السكري كل سنة. العبء ده ما هوش أدوية، العبء ده منه فقط 2.5 مليار دواء، منه تقريبا 15 مليار بسبب الناس الأدوية اللي بتاخدها ما هياش أدوية محدثة، فبالتالي بيجي لهم complications ومضاعفات، بيروح يتعالج بسبب قدم السكري، ويروح يتعالج من عينه، ويروح يتعالج من الحاجات اللي علاقة بالأعصاب، يكلف الدولة 14 مليار. بعد كده في وفيات بتحصل بسبب ان الوفاه دي بتحصل، فانا بفقد عنصر بشري، احنا بنفقد تقريبا 2 مليار جنيه برضه. فبالتالي لما اجي نبص في العبء الاقتصادي ده اقول انا ممكن اكون بصرف في الدواء 2.5 مليار، انا لو صرفت 5 فالناس تقول انت كده هتصرف اكتر، اقول بس انا هوفر من ال 14 مليار يبقوا 7، انا كده بدل ما كان يبقى العبء 25 هيبقى العبء 19. فدي الدراسات الاقتصاديه اللي بنعملها للصحه باستمرار في اي ملف، انا بصرف بالظبط في ايه؟ انا عايزين نوصل في الاخر ان ما يبقاش الصحه هي حاجة مستهلكة. أنا لما بقول لما بصرف الصحة أنا ما بستهلكش فلوس على الفاضي، لا بالعكس، الصحة ووزارة الصحة هي وزارة منتجة وتنتج أهم منتج في البلد، الصحة. لو المنتج ده كويس كل الاقتصاد يتحسن، لو المنتج ده مش كويس كل الاقتصاد بيتأثر. وزي ما حضرتك قلت يعني الدولة بتتكلف أو بيبقى فيه يعني عبء على الدولة لما النهاردة يبقى بصرف كم مليار هنا على مرضى السكري وكم مليار هنا على مرضى فيروس سي، فلما أوفر الفلوس دي أكيد أول حاجة أنا بوفر صحة كويسة للمواطنين، تاني حاجة بوفر أكيد من اقتصادي. سريعا جدا، مفهوم التحول الأخضر للصحة إيه هو؟
احنا عندنا كذا حاجه يعني. اول حاجه جوه المستشفيات، في مستشفيات دلوقتي الخضراء، المستشفيات الخضراء معناها ان انا بحاول اقلل من البعثات اللي موجوده مثلا من ادويه زي ادويه الكيماوي، انها يحصل ليها اي تسرب جوه المستشفيات، التخلص من النفايات اللي جوه المستشفيات. التخلص من النفايات طبعا لازم يتم بطريقه بحيث انها ما اثرش على البيئه. تواجد المستشفيات في اماكن معينه والنقل ما بين التصنيع للدوائي والتصنيع للمستلزمات لغايه التخزين والمستشفيات، ده كله ينفع يتعمل حاجه بنسميها ان جرين سبلاي تشين، يعني اقدر اعمل سبلاي تشين كامل محافظ للبيئه. كل ده دلوقتي ابتدى يقلل من انبعاثات الكربون. احنا اقتصاديا بقينا بنحسب ان كل مرض ليه حجم انبعاثات كربونيه اصلا. انا كل ما مواطن بينزل من بيته يروح مستشفى ياخد علاج، ده انبعاثات كربونيه. لو انا وفرت له علاج في بيته، انا كده قللت انبعاثات كربونيه بمبلغ معين. فطبعا التحول الاخضر في الصحه وتحول عالمي، احنا طبعا شفنا كذا ملف اتفتح للصحه في اخر مؤتمر للبيئه وللمناخ، واحنا في مصر ابتدى يبقى عندنا مستشفيات بتتبع المستشفيات زي ما نقول الجرين هوسبيتالز، والسبلاي تشين برضو ابتدى يبقى في عندنا سبلاي تشين كتير جدا موجود، خصوصا لادويه الكيماوي اللي هي اكتر ادويه للاسف التسرب بتاعها بيعمل ضرر للبيئه وضرر للانسان، تحول اخضر برضو. صحيح. يعني على اي حال محطات كتير جدا مرت بيها اعتقد وزاره الصحه اكيد حتى تتحول لهذا الشكل. 10 سنين اعتقد ان هم مروا بمراحل جسام، اتفككت وزاره الصحه لخمس هيئات اتكلمنا عنهم، بقى عندنا نظام مهم جدا هيدرس اللي هو نظام التامين الصحي الشامل، مصر دخلت فيه وخطت فيه خطوات مهمه جدا، دخل المرحله الاولى ولسه دخل على المحافظات الثانيه خلال شهور. عندنا مبادرات رئاسيه مهمه زي مبادره 100 مليون صحه، مبادرات الكشف المبكر عن سرطان الرئه والبروستاتا وعدد كبير من سرطان الثدي وخلافه، هتخش ايضا حيز التنفيذ خلال اشهر قليله. اعتقد الدوله المصريه يعني بقى لها شهور او بقى لها سنوات طويله واخده ملفات صحه المواطن المصري على عاتقها واستثمرت في هذا الامر. حدثنا عن هذا الامر بتفصيل الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصادات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، وكان مشرفنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. بنشكرك جدا يا دكتور اسلام على دقه توصيفك ودقه يعني تحليلك للملف ده ونورتنا. نشكرك يا دكتور. صباح الخير. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد، بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر.